السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم، وموعد يتجدد معكم في برنامجكم ملك وكتابة. في حلقة النهاردة، حلقة الخميس اللي بيغيب عننا فيها المهندس عادل القيعي لأجازة مصيف سريعة إن شاء الله، يرجع لنا حلقة الاثنين بإذن الله. فيها الكثير من الموضوعات المهمة. من المؤكد أنه وجود بعثة النادي الأهلي لكرة القدم في بوتسوانا حدث مهم جدا، لقاء الأهلي مع تاونشيب البوتسواني اللي هيبقى الساعة 6 مساء السبت إن شاء الله، مباراة مهمة جدا فيها الكثير من التفاصيل، وبالتأكيد حضراتكم يهمكم الإطمئنان على آخر استعدادات الفريق، آخر ما استقر عليه الفرنسي كارتيرون المدير الفني عن تشكيلة الأهلي، عن بعض العناصر المهمة في الفريق، وعن الخطة اللي هيواجه بيها الفريق البتسواني اللي المباراة بتمثله بالتأكيد نقطة فارقة. بإذن الله تعالى الأهلي يحقق المكسب في هذه المباراة، يعزز وجوده في مركز متقدم في هذه المجموعة الأولى، علشان يبدأ إن شاء الله في المباراتين اللي باقيتين بعد كده، سواء مع كامبالا سيتي الأوغندي في القاهرة أو مع الترجي التونسي، بإذن الله يحقق الهدف الأفضل بالتأهل بإذن الله للدور قبل النهائي أو دور الثمانية. لكن زي ما بقول لحضراتكم، الحلقة فيها كمان في الشق الثاني بعد جولة إخبارية هتكون مطولة، وهنسافر بحضراتكم إلى جبرون العاصمة البتسوانية عشان نحطكم في آخر الاستعدادات وكافة التفاصيل. عندنا كمان استضافة مهمة وجديدة شوية نوعية. السوشيال ميديا ظاهرة من الظواهر الإعلامية المهمة اللي بتشغل بال الجميع، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كل أنماط الإعلام الجديد أو الإعلام البديل كما يحلو للبعض إن هو يسميه، مؤثر جدا في الحركة الرياضية، ودايما وأبدا في الأحداث المهمة بيبدو تأثير السوشيال ميديا واضح جدا. عشان كده في حلقة النهاردة هيكون معانا ثلاثة من شباب السوشيال ميديا الأهلوية اللي عاملين حضور واضح جدا على مواقع التواصل المختلفة، وكل منهم له إسهاماته بشكل مختلف، أنماط ثلاثة مختلفة هنحاول نقدمهم لحضراتكم عشان تتعرفوا على اللي بيتقدم على السوشيال ميديا، وعن هذه الظاهرة الإعلامية المهمة جدا والمؤثرة قوي والخطيرة للغاية، ظاهرة في الأداء الإعلامي لها تأثيراتها، لكنه ما زالت بره إطار القانون، ما زالت بره إطار حتى محاولة ضبط الإيقاع والأداء اللي فيها. عشان كده هنحاول مناقشتها بشكل علمي، سواء بطرح إيه اللي بيتقدم فيها وإيه الإسهامات اللي بتحصل وإيه حجم خطورتها وإيه قدر التأثير بتاعها، ثم هي رايحة على فين بالرسالة الإعلامية كلها. ده في الجزء الثاني من الحلقة، لكن في الجزء الأول زي ما قلت لكم في كثير من الموضوعات المهمة خبرياً، لعل أهمها ما يحدث مع الأهلي في بوتسوانا. الأهلي قبل لقاء تاونشيب الهولندي مايكل ليندمان مخطط الأحمال اللي الحقيقة له شغل كتير مع الفريق ومؤثر في الارتقاء باللياقة البدنية للعيبة، حرص على تنفيذ تدريبات شاقة للأهلي في جابروني على ملعب الجامعة البريطانية استعدادا لمباراة السبت. بدأت هذه التدريبات بفقرة للجري ثم التمرينات لفك العضلات، وأعقبها تدريبات بدنية خاصة جدا للسرعات بمشاركة كل اللعيبة. كل البعثة أو كل أعضاء البعثة اللي موجودين مع الأهلي من اللاعبين جاهزين، لكن يمكن في تمرينة النهاردة حدث شيء قلق الناس شوية، إصابة أو عدم قدرة وليد أزارو المهاجم وهداف الفريق على إكمال المران. خرج وليد ما كملش التمرين بسبب شكواه من بعض الألام في الملعب اللي أقيم على ملعب الجامعة البريطانية في جابروني استعدادا للمباراة، والكابتن محمد يوسف قال انه ارضيه الملعب الصلبه خلت ازارو حس بهذه الالام، وانه فضل الدكتور خالد محمود طبيب الفريق اراحته وعدم اكماله للمران، ويشوف بعد كده حاله وليد ان شاء الله تكون مطمئنه وما يغيبش عن مباراه السبت، خاصه ان وليد ازارو هداف الفريق وهداف الدوري وواحد من العناصر المهمه في التشكيل. الكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره توجه هو المهندس سمير عدل المدير الإداري لزيارة رئيس نادي التاونشيب للإطمئنان منه على كافة ترتيبات المباراة وكل ما يلزم الأهلي في مباراة السبت. وأبدأ رئيس النادي البتسواني ترحيبه بالأهلي
وطلب من الإدارة التنفيذية للنادي توفير كل متطلبات بعثة الأهلي، خاصة أنه الفريق البتسواني في زيارته إلى القاهرة كان لقي المعاملة الكريمة واللائقة ليه، واللي عبر عنها رئيس النادي البتسواني بالشكر. كارتيرون المدير الفني للأهلي النهاردة حرص على تنفيذ بعض تدريبات المشي الخفيفة للعيبة حوالين الفندق الإقامة من باب الترفيه وفك العضلات قبل المران الجماعي. الأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس بعثة الأهلي في بتسوانا له تصريحات حول أداء الفريق، حول الحالة النفسية والمعنوية للعيبة. أكد خالد الدرندلي أنه الأهلي قادر بإذن الله تعالى على تخطي الفريق البتسواني وعلى تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز في المباراة إن شاء الله. ووصف خالد الدرندلي هذه المباراة بأنها مباراة تمثل حجر زاوية في هذه المسيرة. عموما تفاصيل كتيرة حول ما يحدث مع بعثة الأهلي في بتسوانا هناخدكم كده مع بعض سفر إلى جني عبر البث المباشر مع موفد قناة الأهلي من بتسوانا الزميل محمد سعيد. محمد مساء الخير. مساء الخير عليك أستاذ إبراهيم، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في مصر وفي الوطن العربي الكبير. أهلا بك محمد، ويا ريت تحطنا في الصورة كاملة حول الأجواء اللي عندك، حالة الطقس، استعدادات الفريق، كل ما يحيط بهذه المباراة، تفضل. اولا الاجواء هنا في بتسوانا رغم ان احنا في جنوب القاره الافريقيه، لكن في نفس الوقت تقدر تقول احنا في اجواء اوروبيه. انت في جنوب القاره الافريقيه يمكن خلاص يعني مسافه حوالي 300 كيلو ما بين بتسوانا وجنوب افريقيا، لكن في هذه اللحظات وفي هذا الوقت من الموسم والعام درجات الحراره منخفضه تماما. درجه الحراره حوالي في هذه اللحظات انا بتكلم معاك يا استاذ ابراهيم حوالي 6 درجات مئويه، بروده شديده، في اي لحظه قد تتساقط الامطار، فبالتالي جو اوروبي، لكن في نفس الوقت قد يساعد اللاعبين على اداء مباراه قويه جدا في ظل ان هذه المباراه ستقام على الاضواء الكاشفه، خاصه ان موعد المباراه في 6 من مساء يوم السبت القادم هو نفس التوقيت في بتسوانا مع توقيت القاهره. الجهاز الفني واللاعبين يعني الحمد لله حتى هذه اللحظات الامور تسير بشكل جيد، الترتيبات الامنيه من وجود طبعا البوليس مع فريق النادي الاهلي والقوات الامنيه مع الاهلي سواء في الذهاب لملعب التدريب او حتى العوده لفندق الاقامه، وتواجد عدد من قيادات الشرطه هنا البوليسيه في بتسوانا مع الفريق داخل فندق الاقامه. الاستقبال كان استقبال حافل جدا من بعثه او من فريق تاونشيب وتحديدا من رئيس النادي وهو هندي الجنسيه، ويمكن النهارده كان وجه الدعوه للكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره والكابتن سمير عدلي المدير الاداري للاجتماع معه في مكتبه في مقر النادي للاطلاع على كيفيه الترتيبات وطلبات النادي الاهلي قبل هذه المباراه وهل يحتاج اي شيء اخر قبل انطلاق هذه المباراه. وجاء هذا رد الفعل الايجابي من رئيس نادي تاونشيب البتسواني نتيجه ما لقاه من معامله طيبه واستقبال حافل جدا من اداره النادي الاهلي في المباراه السابقه، وكيف يعني ساعد الاهلي واداره الاهلي الفريق البتسواني في انهاء كل اجراءات سفره يعني منذ ان وصل في مهبط الطائره في مطار برج العرب حتى المغادرة والإقامة في أحد الفنادق القريبة من استاد برج العرب. هو تحدث بهذا الشكل وقال لمسؤولي الأهلي إنه بالفعل جاء رد فعل مسؤولي تاونشيب عندما كانوا مع بعثة بطل بتسوانا هنا في برج العرب والحديث عن الاستقبال الحافل من الكابتن محمود الخطيب وكيف إنه سمح لكل أفراد البعثة أن يتواجدوا في المقصورة الرئيسية في استاد برج العرب. قال أن هذا الاستقبال استقبال حافل جدا لم يلقاه تاونشيب عبر تاريخه في المشاركات الأفريقية تحديدا منذ عام 2011، وكان يتمنى ان يتواجد مع النادي الاهلي في يعني مع تاونشيب في مباراته في برج العرب لولا ان هو كان متواجد في روسيا وحضر كل مباريات كاس العالم في روسيا. ده جزئيه متعلقه بالاستقبال والتنظيم. الاهلي بيؤدي تدريباته على ملعب الجامعه البريطانيه، هذا الملعب هو ليس على ما يرام لكنه افضل الملاعب هنا في بوتسوانا. المنتخب الوطني والاهلي عندما جاء جميع التدريبات تكون على هذا الملعب وهو الافضل، لان كل الملاعب او باقي الملاعب في بوتسوانا كلها على ملاعب نجيل الصناعي وبالتالي قد تتسبب في اصابات، فبالتالي رغم ان حاله ليست على ما يرام لكن الجهاز الفني اضطر الى التدريب على هذا الملعب بالامس واليوم. ويمكن في ختام التدريب اليوم يمكن للاسف يعني خبر سيء، نتمنى غدا يا رب باذن الله ان يزول هذا الخبر باكتمال شفاء وليد ازارو النجم المغربي ومهاجم فريق النادي الاهلي. وليد ازارو تعرض لاصابه في نهايه المران اليوم، الاصابه ليست عضليه لكن نتيجه حركه فجائيه في الرجل عملت يعني اصابه بسيطه في الحوض، فبالتالي دكتور خالد محمود
طبيب فريق النادي الاهلي اكد لنا ان غدا باذن الله هيتاكد من اكتمال شفاء وليد ازارو وجاهزيته لمباراه تاونشيب، لكن يعني قدر الامكان الاصابه ليست كبيره ولا هي اصابه متفاقمه، هي اصابه خفيفه، وغدا بعد راحه اللاعب سيتحدد موقفه غدا بعد التدريب الرئيسي على ملعب الوطني الذي سيستضيف هذه المباراه يوم السبت القادم. الجهاز الفني بعدما شعر باصابه وليد ازارو وكان وصل الى الجزء الاخير من التدريب فضل يعني الاكتفاء بما قدمه الجهاز واللاعبين في هذه الوحدة التدريبية، وفضل الجهاز أن يعود إلى فندق الإقامة، خاصة أن كمان يعني موعد الدخول الظلام والليل كان قد قارب على المشارف في ملعب الجامعة البريطانية، وبالتالي الأضواء الكاشفة ليست على ما يرام، فاكتفى الجهاز الفني بهذا القدر من التدريب الذي لم يستمر سوى ساعة. اكتفى الجهاز الفني بهذا الشكل، وباتريس كارتيرون اطمأن للشكل الفني والتدريبات البدنية للاعبين قبل تدريب الغد. يا أستاذ إبراهيم، إذا كان عندك أي استفسار آخر. محمد، هل الاجتماع الفني للمباراه بكره الاهلي عنده اي مطالب معينه عايز يقدمها، ووضع الطاقم التحكيم ايه؟ الاجتماع الفني تحدد بالامس انه سيكون غدا في الساعه 10:30 صباحا في مقر قاعة المؤتمرات الصحفية داخل الاستاد الوطني الذي سيستضيف هذه المباراة. الاجتماع الفني سيكون بحضور طاقم التحكيم الكيني الذي وصل صباح اليوم إلى بوتسوانا، بحضور كلا الفريقين. النادي الأهلي سيحضر عنه الكابتن محمد يوسف مدير الكرة، والكابتن ماهر عبد العزيز، والكابتن سمير عدلي، بالإضافة إلى الجانب الآخر من تاونشيب البوتسواني. بشكل عام يعني حتى هذه اللحظات النادي الأهلي ليس له أي طلبات معينة سوى بس فقط في التأمين أو في زيادة عدد السيارات مع أفراد البعثة، لكن الاستقبال الحافل اللي كان من مسؤولي تاونشيب مع إدارة النادي الأهلي ومع بعثة الأهلي هنا في جبروني، يعني أعتقد لن يكون هناك أي طلبات حسب ما صرح به الكابتن محمد يوسف اليوم بعد هذه الزيارة. فقط الاتفاق على الارتوازي الأساسي لكلا الفريقين، موعد الوصول للاستاد الذي سيستضيف هذه المباراة، المباراة في 6:00 مساء. بالطبع يعني بالأمس كان متواجد هنا المنسق العام للمباراة من ملاوي والمنسق الإعلامي للمباراة من كينيا. اتفق مع الكابتن سمير عدل ومع الكابتن محمد يوسف على موعد الاجتماع الفني على المؤتمر الصحفي الذي سيعقد غدا. غدا في 10:00 المؤتمر الصحفي للمدير الفني السربي لتاونشيب ومعه احد لاعبي الفريق. بعده بنصف ساعه في 10:30 المؤتمر الصحفي لباتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي ومعه احد لاعبي الفريق، ولم يشترط المنسق الاعلامي ضروره حضور كابتن الفريق في بعثه فريق النادي الاهلي. كان هناك طلب من الكابتن محمد يوسف بتغيير موعد المؤتمر الصحفي غدا الجمعة، وفي هذا التوقيت الفريق سيكون مرتبط بأداء صلاة الجمعة، لكن اليوم المنسق الإعلامي قال إن خلاص تم إرسال هذه المواعيد بالإيميلات إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، وبالتالي هناك صعوبة كبيرة لتغيير هذه المواعيد كما كانت وكأنها مباراة، وبالتالي بتخطر الشركات الراعية بمواعيد البث المباشر. قال إذا كان هناك جديد في الساعات القادمة سيبلغ بها بعثة فريق النادي الأهلي في الصباح، لأن الكابتن محمد يوسف كان يفضل إقامة المؤتمر الصحفي للأهلي سواء قبل التدريب المتعلق بتدريب فريق النادي الاهلي في 6:00 الغد او بعد التدريب مباشره. لكن بشكل عام دي الصوره غدا، اجتماع فني في 10:30، مؤتمر في 10:30، ثم يعقبه مؤتمر للاهلي في 10:30، والتدريب في 6:00 تدريب الاهلي في نفس توقيت المباراه، لكن بعثه تاونشيب او فريق تاونشيب سيؤدي تدريبه قبل تدريب فريق النادي الاهلي، يؤدي تدريبه في 4:00 عصرا. وتحديدا السربي نيكولاز اللي هو المدير الفني لتاونشيب بفكر في اقامه التدريب في 4:00 عصرا، لان بعد تدريب الاهلي في من درجة الحرارة هتكون منخفضة جدا وهيكون في برودة شديدة جدا، فبالتالي تدريبه مش هيكون بالقدر الكافي سواء من الناحية الفنية والبدنية، ففضل أن يكون تدريب فريق تاونشيب في 4:00 عصرا قبل تدريب فريق النادي الأهلي. جزئية متعلقة أيضا كمان بالنواحي الطبية والإعداد البدني، نتيجة رحلة السفر والمشقة قدر الإمكان مايكل ليندمان حاول يأهل اللاعبين للتدريبات الفنية والتقسيمات الجماعية من خلال تدريبات استشفاء صباحية، سواء بالتواجد في الطابق العلوي آخر دور في مقر الإقامة مع درجات الحرارة المتميزة في الظهر مع الشمس الساطعة، فرصة جيدة لتهيئة العضلات والتدريبات البدنية والاستريتشات والإطالات. النهاردة فكر ليندمان بشكل مختلف، طلب من اللاعبين بالكامل التواجد في 10:00 والخروج من فندق الإقامة والمشي قليلا حول الفندق وفي بهو الفندق في خارج الفندق وفي الشارع، وبالتالي فكرة من مايكل ليندمان لتخفيف الأعباء يعني المتعلقة بالنواحي البدنية وفك العضلات وتهيئة اللاعبين للتدريبات الفنية التي تعقد في مساء كل يوم.
يوم وقبل مباراة السبت القادم. وجزئية أيضا متعلقة بالنواحي الطبية، هناك تحذير مهم جدا من دكتور خالد محمود للاعبين بارتداء الملابس الثقيلة نظرا لبرودة الجو والطقس الشتوي الشديدة هنا في بوتسوانا، مع تغيير الأجواء ما بين القاهرة وبوتسوانا، درجة حرارة عالية في القاهرة، وبالتالي قد يتعرض أي من اللاعبين لنزلات برد. وبالفعل عدد من اللاعبين واحنا متوجهين من مطار القاهرة إلى أديس أبابا ترانزيت ثم السفر لبوتسوانا، عدد منهم كان عنده نزلات برد خفيفة نتيجة الأجواء في القاهرة، وبالتالي هناك حرص شديد سواء في النواحي الطبية، النواحي البدنية، وأيضا النواحي الفنية من خلال باتريس كارتيرون وجهازه المعاون يا أستاذ إبراهيم. محمد، هل المدرب الصربي لتاون جيب بعد المباراة الأولى كان عنده تقدير للأهلي وكان عنده احترام للقوة الفنية للأهلي، هل ما زالت عنده هذه الحالة قبل المباراة اللي جاية؟ وشكل الإعلام البوتسواني عندك اهتمامه بالمباراة عامل إيه؟ حتى هذه اللحظات من خلال تصفحنا لكل المواقع الرياضية وكل الصحف المهتمة بالشأن الرياضي في بوتسوانا، لاحظنا شيء غريب جدا، لا يتحدثون إطلاقا عن كرة القدم، ولا يتحدثون بكلمة أو منشطة أو بخبر أو بصورة أو بتعليق على فريق تاون شيب وعنده مباراة مهمة أمام النادي الأهلي في البطولة الأفريقية. يبدو أن هنا في بوتسوانا الألعاب لها شعبية كبيرة، الركبي ثم ألعاب القوة، كل المنشطات وكل اللقطات التي نراها في الصحف والعناوين واللاعبين الذين لديهم صور تذكارية في الصحف البوتسوانية كلهم لاعبين ألعاب قوة ولاعبين مميزين في الدوري الركبي هنا في بوتسوانا. حتى هذه اللحظة لم نشاهد أي اهتمام إعلامي أو أي اهتمام بلعبة كرة القدم، لدرجة حتى النهاردة وإحنا موجودين في ملعب الجامعة البريطانية كان قبل تدريب فريق النادي الأهلي فريق بي دي إف بلاتينيوم، هنا فريق بيلعب في الدوري البوتسواني لكنه في وسط الجدول في الترتيب السادس، سألناه على المباراة واستعداد تاون شيب وهل تاون شيب في حالة بدنية يقدر يلعب مباراة بقوة الأهلي بعد 10 أيام. الفريق اللي في المركز السادس في الدوري البتسواني لا يعلم اساسا ان هناك مباراه لتاون شيب في البطوله الافريقيه، وهنا الجميع بعيدين تماما عن الصوره الافريقيه، قدر الامكان حاولنا حتى نقرب من لاعبي هذا الفريق البتسواني للحديث عن لاعبي فريق تاون شيب، قال يعني احنا لعبناه من فتره لكن هو من الفرق الجيده، حصل على الدوري البتسواني لكن مباريات الافريقيه مش بتلقى متابعه كبيره هنا من الجمهور في ظل ان هناك ديربي مع فرقه اخرى هنا في الدوري البتسواني في الليجا البتسوانيه اللي بتطبق دوري المحترفين، لان رئيس نادي تاون شيب هندي الجنسية، رئيس نادي الآخر الديربي نادي جاباروني الأونر بتاعه لبناني الجنسية، فبالتالي الاهتمام بالدوري أكتر من المشاركة في البطولة الأفريقية. أما بتصريحات نيكولاس اللي هو المدرب الصربي لفريق تاونشيب حتى هذه اللحظة يعني ما شفناش أو ما قرأناش تصريحات متعلقة بمباراة العودة، لكن بعد المباراة السابقة قال إن مشقة السفر وطول رحلة السفر 24 ساعة كانت سبب رئيسي إن الحالة البدنية لمعظم اللاعبين خاصة إن معظمهم في مواليد أوائل الثمانينات، فبالتالي خط الأعمار السنية فوق الـ30 سنة، فبيرى أن هذه النقطة تحديدا أثرت على الفريق في مباراة الجولة الثالثة، لكن المباراة القادمة سنكتشف كل هذه الأمور في تدريب الغد فريق تاونشيب في 4 عصرا، وأيضا سنتابع التصريحات وأهم يعني التصريحات الإعلامية اللي هيقولها غدا بإذن الله المدير الفني لتاونشيب وكيف يرى مباراة الأهلي القادمة، لكن في ظل هذه يعني في ظل هذه الحالة والتعتيم الإعلامي حول فريق تاونشيب هنا في مقر الأهلي بنتكلم مع اللعيبة وبنتحدث مع اللعيبة عن الاستعداد للمباراة القادمة، الكل فصل تماما ما بين هذه المباراة والمباراة السابقة، وليس الفوز على تاون شيب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء مقياس أن الأهلي هيفوز هنا في بوتسوانا بفارق عريض وكبير من الأهداف، هناك فصل تام. وأكد إسلام محارب وسعد سمير في تصريحات خاصة معنا هنا في قناة النادي الأهلي أن هذه المباراة مباراة صعبة جدا، هي المحطة اللي الأهلي هينطلق من خلالها للبطولة الأفريقية، ومباراة تعتبر أصعب من مباراة الترجي التونسي اللي خضناها في أولى الجولات في البطولة الأفريقية، فبالتالي هناك حذر شديد من بعثة فريق النادي الأهلي ومن اللاعبين والجهاز الفني، وهناك تعتيم إعلامي على مباراة كرة القدم بشكل عام وتحديدا المباراة اللي عليها سبوت أكتر من خلالنا إعلام في مصر، مباراة الأهلي وتاونشيب في البطولة الأفريقية إن شاء الله يوم السبت القادم. إليك الكلام أستاذ إبراهيم إذا كان عندك أي استفسار آخر. محمد، في ظل اختلاف المباراة وطبيعتها زي ما اللعيبة أكدت لك، هل ظاهر ليك إنه كارتيرون هيحتفظ بنفس التشكيل ولا واضح بالنسبة لك في أي تغييرات؟ يبدو أن هناك عدة تغييرات في التشكيل، أولاً هناك تغيير ثابت ومؤكد، مشاركة محمد هاني في مركز الظهير الأيمن بدلاً من أحمد فتحي الذي تعذر سفره نتيجة الإصابة وعدم قدرته على اللحاق بمباراة السبت القادم.
بالنسبة لعدد آخر من اللاعبين في تدريب الأمس، يمكن الجهاز الفني شارك بأيمن أشرف في مركز المساك الثالث بجوار سعد سمير وسليف كوليبالي في 25 دقيقة الأولى من التقسيمة الفنية. إصابة وليد أزارو في تدريب اليوم أيضا ستضعنا في حيرة في مسألة مركز رأس الحربة، هل بعد تدريب الغد سيكون أزارو جاهز للمباراة أم سيكون هناك فرصة للدفع بمروان محسن في التشكيلة الأساسية؟ التغييرات الفنية يعني بتعتبر سواء تغييرات اضطرارية في مركز الظهير الأيمن ورأس الحربة بإصابة فتح وإصابة أزارو، والتغييرات الفنية متعلقة في مركز المساك أو مركز المدافع بإضافة أيمن أشرف بجوار سليف كوليبالي وسعد سمير، هي عموما طرق لعب قد بيتم تطبيقها في بعض التدريبات، لكن بشكل عام من 70 إلى 80% من التشكيلة الأساسية اللي أدت المباراة الأولى في برج العرب وفاز بها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء هي الأقرب لبداية هذه المباراة القادمة، سواء في مركز حراسة المرمى محمد الشناوي، اثنين مساكين سليف كوليبالي وسعد سمير، علي معلول في مركز الظهير الأيسر، حسام عاشور وعمرو السولية بيحتفظوا بأماكنهم في وسط الارتكاز، وجود مؤمن زكريا ورأس حربة إذا كان وليد أزارو جاهز أو سيبدأ بمروان محسن، تلك هي التشكيلة الأقرب. وليد سليمان في تدريب الأمس يعني احتمالية بدايته أو ورقة رابحة في الشوط الثاني، ده الشكل العام اللي شفناه في تدريب الأمس وتدريب اليوم بالنسبة لفريق النادي الأهلي، وده إن تعلق بشيء يا أستاذ إبراهيم بيتعلق بالأداء الفني لبطل بوتسوانا على أرضه وسط جمهوره، لأن أداء هذا الفريق على ملعبه مختلف تماما خارج ملعبه، فاز على كامبالا سيتي على أرضه، فاز على المريخ السوداني على أرضه في الأدوار التمهيدية، يعني عمل مباراة كبيرة في الشوط الأول على الترجي في استاد راتس لكنه خسر بالأربعة في الشوط الثاني، إذن فريق تعمل له ألف حساب، لكن بالتالي عليك أن تتوخى الحذر وتستعد بشكل جيد لاقتناص النقاط الثلاث والعودة بهذه المباراة الهامة جدا إلى القاهرة وأنت متواجد في الصدارة مع الترجي التونسي بسبع نقاط. معلوم أنه مصر ما لهاش تمثيل دبلوماسي في بوتسوانا مش كده؟ هل بيتم التنسيق مع السفارة المصرية في جنوب أفريقيا ولا لغاية دلوقتي ما حدثش ده؟ بالفعل يا استاذ ابراهيم قبل سفر الباسه بحوالي خمس ايام كان في اتصالات من الكابتن محمد يوسف وكابتن سمير عدلي مع سفير مصر في جنوب افريقيا ومع القنصل المصري في سفاره مصر في جنوب افريقيا لترتيب كل هذه الاجراءات واحتماليه تواجده يوم المباراه، لكن نتيجه عدم وجود تمثيل دبلوماسي لمصر هنا في بوتسوانا، وكان نفس الامر لبعثه تاونشيب هناك في مصر عدم وجود ايضا لهم تمثيل دبلوماسي، فبالتالي الكابتن سمير عدلي سافر قبل وصول البعثه ب 48 ساعه لترتيب كل هذه الإجراءات، ونتيجة التعاون والتعاون بين كلا الناديين في المباراة السابقة سمح للنادي الأهلي أن يستقبله تاونشيب بهذا برد الفعل الإيجابي والاستقبال الحافل في هذه المباراة، وبالتالي كلا الناديين نسقا بشكل إيجابي جدا في إقامة هذه المباراة وترتيبات الإقامة وحجز ملاعب التدريب وكل هذه الأطر. لذلك أؤكد لك حتى يعني في حجز ملاعب التدريب النادي الأهلي ساعد بعثة فريق تاونشيب على إقامة أول تدريب ليه في الملعب الفرعي لبرج العرب، وبعثة تاونشيب لم تسدد أي مقابل مادي على لإقامة التدريب على هذا الملعب، وتكفل الأهلي بالتدريب على هذا الملعب بالقيمة المالية. فريق تاونشيب أيضا وإدارة النادي البتسواني فضلت أن تقرر نفس الأمر مع إدارة النادي الأهلي ومباسة الأهلي فور الوصول، وتحملت قيمة تدريب على يوم كامل في إحدى الملاعب الملعب الجامعة البريطانية، فبالتالي تبقى للائحة الاتحاد الأفريقي طبعا يعني اللائحة اتعدلت أن كل نادي بيسافر بتكفل بمقر إقامته بملاعب التدريب بكل هذه التفاصيل، فبالتالي يعني الناديين نسقا مع بعض وبالتالي تم حجز كل هذه الأمور. عدم وجود التمثيل الدبلوماسي الحمد لله لم يؤثر ولم يعني تكون هناك أي أزمة أو مشكلة في الترتيب لهذه المباراة، وحتى هذه اللحظة يمكن بعثة النادي الأهلي طلبت من الجانب البتسواني يعني حجز أماكن لسفير مصر في جنوب أفريقيا وأيضا القنصل وباقي أعضاء السفارة إذا وصل يوم المباراة بإذن الله يوم السبت سيكونوا متواجدون داخل استاد الملعب الوطني في جبروني. إن شاء الله كل التوفيق للأهلي في هذه المباراة، شكرا جزيلا للزميل محمد سعيد موفد قناة الأهلي إلى جبروني، وأنا أعتقد حط حضراتكم في الصورة كاملة من حيث الإقامة، الطقس بارد، درجة الحرارة 6 درجات مئوية، الجهاز الطبي والجهاز الفني عاملين حسابهم بشكل جيد في الاحتياطات البدنية للاعبين وفي الحفاظ من الناحية الصحية على سلامتهم بإذن الله. كافة الأمور تبدو مطمئنة جدا، حالة وليد أزارو إصابة بسيطة في الحوض في نهاية المران اللي كان على ملعب الجامعة البريطانية في جبروني، وواضح أن الأرض صلبة علشان كده
أثرت في هذه الإصابة. الجهاز الفني رأى إراحته إلى الغد بإذن الله علشان الجهاز الطبي يحاول يتأكد بإذن الله من سلامته وإمكانية لحاقه بالمباراة كلاعب مهم وليد أزارو هداف الفريق. أنا أعتقد المعاملة اللي كانت لقيتها بعثة تاونشيب في برج العرب أو منذ وصولها للقاهرة في أداء المباراة الماضية كان لها التأثير المباشر في كل هذه المعاملة الطيبة اللي بتلقاها بعثة الأهلي في بوتسوانا. وده الحقيقة بيلفت نظرنا إلى نقطة مهمة جدا حتى في صيغة المعاملة بالمثل. أنا شخصيا ما بحبش فكرة وانت نادي كبير أو مصر دولة كبيرة في التعامل مع كل الأندية الأفريقية الشقيقة أو مع كل البعثات اللي جاية من كل الدول الأفريقية، فكرة إن احنا نفرض عليهم أن تكون المعاملة بالمثل. المعاملة عمرها ما هتكون بالمثل. في كثير من الدول الناس هي دي ظروفها وهي دي إمكانياتها. لما أي بعثة مصرية بتسافر تلعب في أي دولة أفريقية فقيرة، الناس ما بيبقاش فعلا هدفهم ولا إصرارهم على إنه البعثة تنزل في فندق متواضع أو إن المعاملة تكون فقيرة أو إن الإمكانيات المتاحة والمخصصة للبعثة من حيث ملاعب التدريب أو مستوى حافلات التنقلات للبعثة أو مستوى الإقامة، ما بيكونش أبدا هدفهم ولا حرصهم وضع هذا العراقيل نظر أو فيما قل، لكن بتبقى الناس هي دي ظروفها وهي دي إمكانياتها. فبالتالي مكانة مصر الكبيرة في أفريقيا، مكانة النادي الأهلي كنادي القار أو حتى كل الأندية المصرية، الحقيقة يفترض أن احنا دايما وأبدا نحاول نقدم لضيوفنا من أشقائنا في القارة أفضل ما نملك. وبعد كده الفكرة مش في المعاملة من البسل، الفكرة أنك أنت لما بتعامل كل الأفارقة أو كل الدول الأفريقية الشقيقة باسم مصر وقيمة مصر وقيمة النادي الأهلي، مؤكد أنك أنت هتلقى نفس المعاملة بالمثل. لكن اشتراط ان انا نزلت في فندق 5 نجوم هناك فمحتاج لازم ان انزله في فندق هنا 5 نجوم او العكس، هي في الاخر حتى درجة الفندقة ومستواها مختلف من دولة لدولة او حسب امكانيات كل دولة. لكن الاهلي الحقيقة عنده حرص دائم على ان تكون المعاملة لائقة باسم النادي وقيمة مصر، عشان كده في اي مكان بتنزل به بعثة النادي بتلقى هذا الاحترام وهذا التقدير. نتمنى إن شاء الله إن كل الأجواء المحيطة بالفريق تكون في صالح كارتيرون، إنه بإذن الله يتوصل للتشكيل الأفضل، بإذن الله يتعامل مع المباراة بالطريقة اللي تأهل الأهلي للفوز بالمباراة. هنشوف في حوار صغير وقصير مع سعد سمير شايف استعدادات الأهلي، شايف أجواء الفريق عاملة إزاي في هذا الحوار مع سعد سمير من جابروني. اي مباراه مع اي فرقه افريقيه في القاهره مختلفه تماما عن لما بتلعب على ارض الفريق المنافس، فالفرقه الافريقيه على ارضها الاجواء مختلفه تماما. فالفرقه انت كسبتها والفرقه دي عندها امل ان هي تصعد، فالماتش هيبقى صعب، هيبقى يعني هيبقى فيه هجوم بكل خطوطهم، هيبقى فيه اندفاع من ناحيتهم ان هم عايزين يكسبوا عشان خاطر يبقوا موجودين. في نفس الوقت احنا كنادي اهلي واسم النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي ومش هي دي مكانه النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله احنا تركيزنا كله على الثلاثه بونت ان شاء الله باذن الله مركزين. وكنا قاعدين بنتكلم اجتماع مع بعضنا كلعيبه ان احنا لازم نركز، طبعا لازم نركز ان احنا ان شاء الله نبص على المكسب، احنا جايين بهدف المكسب و النادي الاهلي بيلعب دايما على المكسب. اي لعيب بيجي يعني احنا ما تقدرش تتكلم، يعني انا بشوف ان انا يعني ما ينفعش اتكلم على اي لعيب كناحيه فنيه انا اقل ككوره، لا يعني انت بتفهم يعني في الاول وفي الاخر احنا زملاء كلنا كلعيبه، واي لعيب النادي الاهلي بيتعاقد معاه بيبقى على المستوى المطلوب، واي لعيب النادي الاهلي بيفكر في مصلحه الفريق وان هو يفيد الفريق. فاللعيبه بصراحه المحترفين كلهم على مستوى فني عالي ولعيبه مؤثره بالنسبه لنا. ميزة النادي الاهلي ده اللي احنا تعودنا عليه من لما كنا ناشئين وطلعنا الفريق الاول، واللعيبه الكبيره كانت بتعاملنا باسلوب معين وطريقه معينه، ده اللي احنا اتعلمناه، فبنتعامل بنفس الاسلوب مع اللعيبه الجديده او اللعيبه اللي طالعه من الناشئين. كل اللعيبه اللي في النادي الاهلي او المنظومه تعامل كاسره واحده، كل اللي بيننا وبين بعض حب واحترام وتقدير لحجم النادي اللي احنا بنلعب فيه. فاي لعيب بيجي جديد بنحاول انت تكلمه عن النادي الاهلي
وتعرفوا اكتر النادي الاهلي. طبعا بيبقى هو عارف النادي الاهلي وعارف شهره النادي الاهلي في افريقيا كلها، فبتحاول انت تنقل له الصوره وحجم الضغوط اللي موجوده وحجم المسؤوليه وحجم دايما اللعب على البطوله واللعب ان انت تبقى رقم واحد. فبصراحه معظم اللعبه المحترفين كلهم الموجودين معانا على قدر كبير من المسؤوليه وعلى قدر كبير من الاحتراف ومؤثرين معانا بشكل كبير جدا. يعني احنا لما رجعنا وانضمينا للمعسكر في كرواتيا ولما رجعنا القاهره وتقابلنا، فهو طبعا اللعيب اللي بيكون يجي بيبقى متابع فرقه النادي الاهلي وعارف معظم اللعيبه، فهو الميزه ان هو بيتكلم نفس لغه علي ووليد واجاي، فالدنيا قريبه ولغه الكوره معروفه يعني واحده، يعني مش محتاجه لغه. فانت بتمشي على السيستم اللي الفرقه بتمشي عليه او النظام اللي حاطه المدير الفني، فكلنا بنمشي عليه. واهم حاجه بالنسبه لنا الاهلي عارف الحقيقه وعارف ولاده كويس وعارف لعيبه النادي الاهلي كويس جدا، والحمد لله احنا يعني في حاجات انت ما ينفعش تتكلم فيها، يعني انت بتبقى تتكلم فيها بس. فربنا كرمنا في المباراه اهم حاجه وتركيزنا كله في المباراه، وان شاء الله باذن الله نعمل حاجه كويسه. يعني طيب، والاستاذ خالد الدرندلي امين الصندوق رئيس بعثه الاهلي في بتسوانا اكد على انه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي حريص على التواصل معاه والاطمئنان على حاله اللاعبين والبعثه، وانه بياكد له على انه اللعيبه على قدر عالي جدا من الاحساس باهميه المباراه، واعتقد ده اللي انتم ممكن تكونوا لمستوه من كلام سعد سمير، وانه اللعيبه عارفه انه هذه المباراه حجر زاويه مهم جدا. الفوز بهذه المباراه باذن الله هيمثل نقطة انطلاق للأهلي في البطولة، هيقرب الأهلي بنسبة كبيرة من تعزيز فرص التأهل بإذن الله. وأكد خالد الدرندلي أنه الفريق عنده ارتباطات هامة جدا في المرحلة اللي جاية، احنا على اعتاب موسم جديد ودوري جديد، بالتأكيد تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة إفريقية بهذه الأهمية بيديك كمان دفعة قوية وجيدة في البطولة المحلية. كمان أكد خالد الدرندلي على أنه رحلة السفر الطويلة كانت فعلا شاقة، لكن بعد الراحة بدأت اللعيبة تدخل في مود المباراة ويكون عندها حالة التركيز، وأشاد بالجهاز الفني بقيادة كارتيرون وقال أنه على درجة عالية جدا من الاحترافية والتجهيز ده في اهتمامات ومتابعة رئيس البعثة خالد الدرندلي أمين الصندوق، و تطمينه لرئيس النادي الاهلي ولكل جماهير واعضاء النادي الاهلي على حاله الفريق باذن الله، اللي كل الجهود تكلل بالفوز في مباراه السبت ان شاء الله. الاهتمام يمكن محمد سعيد لفت نظرنا لغياب واصابه احمد فتحي، اللي ده كان برضو محل اهتمام معظم الصحف المصريه والمواقع. هنلاقي الاهرام المسائي قالت الضمه تبعد احمد فتحي، الشروق قالت الاهلي يرفض المجازفه باحمد فتحي امام تاون شيب، ويوسف بياكد استبعدنا اللاعب خوفا من الاصابه وهاني البديل. قالت الجمهوريه ايضا هاني بديلا لفتحي امام البتسواني، لكن شوف بقى الاختلاف. الوطن قالت ازمه العقود وراء استبعاد احمد فتحي من رحله الاهلي الى بتسوانا. ردت الاهرام ان يوسف بيبرئ فتحي من افتعال الازمات. ده فيما يتعلق بالفارق بين هذه المعالجة الصحفية وتلك، لكن غاب أحمد فتحي عن السفر ومحمد هاني في حالة جاهزية جيدة جدا، ويوسف قال ما حبيناش نجازف بأحمد فتحي وناخده معانا ونشركه في تتضاعف الإصابة. المسا قالت فتحي يطلب والأهلي يرفض، وقالت إن اللاعب بيرغب في تعديل عقده ل 15 مليون سنويا والنادي بيصر على نفس العقد. لكن المسا ذهبت في اتجاه اخر وقالت ان الخطيب يطلب عوده ورده لهجوم الاهلي، وانه عمرو ورده بيرحب والنادي يبدا المفاوضات مع باوك اليوناني. اعتقد قيد بعد يومين اتنين يقفل، فمع غلق باب القيد ما اعتقدش هيكون هناك مجال لمزيد من الاجتهادات الصحفيه اللي من الطبيعي جدا بتصاحب موسم الانتقالات بهذا الشكل. الحقيقه الحلقه الماضيه كنا تعرضنا لكابتن حسام البدري، موقف كابتن حسام البدري بعد توليه
او بعد انتهاء عمله مع النادي الاهلي، كان لنا تصريح، كان لنا قصه في علاقه او ما كتب في بعض الصحف حول ما سموه بتصفيه حسابات الاهلي مع حسام البدري، البعض نقلها لسكه غير ما قصد منها او غير ما قيلت على الاطلاق. عشان كده هنكون مهتمين جدا بمناقشه هذا الوضع بكل الوضاحه والصروح والصراحه، وايضا باعترافات اصحاب الشأن نفسهم بعد الفاصل. الان الأهلي كيان، مكانته في كل مكان. الأهلي بمكانته حب الأهلي، على مبادئه متجمعين. الأهلي في كل مكان، غدا الساعة 9 مساء على قناة الأهلي. الأهلي فوق الجميع.
بحضراتكم من جديد. الحقيقة في الحلقة الماضية كنا بنناقش منشط كبير لجريدة الأهرام المسائي أنه الأهلي بدأ تصفية عناصر البدري، وأفاد المهندس عادل القيعي في الحديث عن تقديره للكابتن حسام البدري. وأنا قلت أن أنا بستغرب أنه بعض الجماهير تلوم أي مدرب انتهى عقده مع النادي أو النادي استغنى عن خدماته بأي حال من الأحوال، فالراجل بينتقل لعمل آخر. محدش بيمشي من عمل عشان يقعد في البيت. هي دي العلاقة المحترمة، وهي دي العلاقة المحترفة، وهي دي قيمة الكابتن حسام البدري بما قدمه للأهلي من عطاء كبير وطويل. والمهندس عدلي أفاض في الحديث عن هذا الجانب، ثم تحدث عن تضحية بعض اللاعبين اللي بتجيلهم عروض كبيرة وبيقعدوا وبيفضلوا البقاء في الأهلي انتماء وولاء عن الانتقال لأي حاجة، وقال إن دي عناصر جديرة بالتقدير والاحترام دون أي ربط بين مدرب نادي بيستغنى عنه أو ناديه بينهي عقده أو بينتهي عقده مع ناديه، وبين لاعب محترف جاي يأدي خدماته بموجب التعاقدات. حدثت ردات فعل إعلامية غريبة، الجد منها والجدير بالتوقف كان من الزميل محمد شبانة. وليه محمد شبانة؟ لأنه مبدئيا محمد شبانة على المستوى الصحفي فهو رجل رئيس تحرير، ورئيس تحرير مجلة رياضية كبرى في مؤسسة صحفية هي الأعرق في الشرق الأوسط، مؤسسة الأهرام، وهو رئيس تحرير الأهرام الرياضي. يعني بتتكلم على قيمة صحفية لها مكانتها وليها جدارتها بالمناقشة. وكمان محمد شبانة على المستوى المهني راجل أمين صندوق نقابة الصحفيين، مقرر رابطة النقاد الرياضيين، فاحنا بنتكلم على حد لما يتناول أمر يبقى من المهم جدا مناقشته فيه. قبل ما هنشوف المهندس عدلي قال ايه او انا تعرضت لهذه القضية ازاي في الحلقة الماضية من ملك وكتابة، نشوف الزميل محمد شبانة في الإذاعة كيف علق على ما قيل. القيعي ليه تصريحات كده كانت امبارح من ضمن الحاجات اللي لفتت نظري، هو بيتكلم على الكابتن حسام البدري، هو بيقول انه حسام البدري بيدافع عنه، بيقول انه لا يستحق الهجوم ضده، وان هو ما سابش الفريق في نص الموسم، بل انه انتظر لنهاية الموسم وما صدرش عنه او لم يصدر عنه اي تصريح يسيء للنادي الاهلي او ادارته. لكن كمل بقى الكابتن عدلي قال لكن حسام البدري طلب مبلغ كبير عشان خاطر اذا حب يجدد او يكمل مشواره مع الاهلي كراتب يعني، وهو غضب. يعني الكابتن عدلي بيتكلم عن نفسه ان المبلغ اللي طلبه الكابتن حسام كبير اغضب الكابتن عدلي، لكنه حسام البدري بيتعامل بشكل احترافي، واللي بيفكر بالطريقه دي له مجرم ولا ارتكب جريمه، لكن مش بتاعنا، يعني مش بتاع النادي الاهلي. بيقول انه كده ما يتحطش في اساطير ضمن اساطير النادي الاهلي او خانة الاساطير والرموز، وخانة الاساطير والرموز دي اللي الاهلي بيديها اعلى سقف عنده وباستمرار بيفكروا فيهم وباستمرار بيبقوا موجودين في تاريخ النادي الاهلي. طيب هنا صديقنا العزيز محمد شبانة وقف عند ثلاث نقاط، كل واحدة منهم تمثل عريضة اتهام للمهندس عدلي القيعي، والراجل مش موجود، فوجب التنويه والتوضيح. المهندس عدلي ما قالش انه كابتن حسام البدري طلب مبلغ كبير للتجديد وده من حقه كمدرب محترف وانه ده اغضبه، يعني اغضب المهندس عدلي. هذا المعنى لم يرد على الإطلاق فيما قيل، ويبدو أنه الزميل محمد شبانة أو المؤكد أنه ما سمعش اللي قاله، ده يؤكد أنه ما سمعش اللي تقال إيه، ربما يكون أرى تصريح غير دقيق بالمرة، غير سليم بالمرة، ربما نقلت إليه صورة لأنه في حاجات سمعنا. زي ما قلت لكم أنا يهمني لما بناقش ردات فعل إعلامية أناقش الحاجة الجادة منها لأشخاص جادين، الرأي لما بيصدر منهم سواء في مكانهم اللي أو الصحفي أو هم كمان لكينونتهم يبقى الأمر يحتاج إلى هذا التوقف. أي حاجة غير كده لا تستوقفنا ولا نهتم بيها. لكن
مقيل ما شايفش فيه اي حاجه تبعث على زعل الكابتن حسام البدري، بل ان انا في تقديري المتواضع انه كان الطبيعي جدا انه حسام البدري يشكر عدل القيعي شكرا جزيلا على ما قاله، بلاش يشكرني انا، لا بس يشكر المهندس عدل القيعي بوضوح، لانه منذ ان انتهت علاقه الكابتن حسام البدري التعاقديه مع الاهلي في التجربه الاخيره لم يلقى هذه الاشاده وهذه التهدئه للجماهير وهذا التوجيه للجماهير انه يا جماعه ما يصحش حد يسيء الى ابن كبير من ابناء النادي الاهلي، ادى واعطى وحقق في حجم الكابتن حسام البدري. الراجل انجز ما انجز، تجربته مع الاهلي في هذه المرحله انتهت عند هذا الحد، له مطلق الحريه انه يسلك اي مسلك احترافي اخر ما دامت العلاقه الاحترافيه محترمه وما دام كل واحد بيأدي عمله في المكان اللي موجود فيه على احسن ما يكون، بما لا يضير ولا يسيء لعلاقته ببيته الاصلي وبناديه النادي الاهلي. لكن من امتى كان الاهلي بيلوم اي ابن من ابنائه اللي بيشتغلوا في اي عمل تاني ان هم يخلصوا للمكان اللي هم فيه؟ بالعكس، اي ابن من ابناء النادي الاهلي وجمهور الاهلي عارف ده كويس، كلاعب كمدرب كاداري كمسؤول، لو ما اخلصش للمكان اللي هو فيه يبقى مش ابن اصيل من ابناء النادي الاهلي. الابن الاصيل للنادي الاهلي اللي تربى على هذه القيم مؤكد انه هيكون مطالب لدى كل الناس انه يخلص للمكان اللي هو فيه، يشتغل بكل امانه، يعمل بكل طاقته وكل امانه لخدمه هذا المكان المرتبط والمتعاقد معاه. اي حاجه غير كده بقول لكم يبقى مش اهلاوي. وحسام البدري واحد تربى في النادي الاهلي منذ طفولته، فلما يخلص لاي تجربه جديده ده شيء طبيعي جدا ما دام الامر لا يتماس ولا يتقاطع ولا يتداخل مع النادي الاهلي وحقوق النادي الاهلي ومكانه النادي الاهلي. دي مساله ودي مساله، فانا في رايي ما تضمنته الحلقه الماضيه من هذه المفاهيم ومن هذه الاشادات بحسام البدري اعتقد وهو شخصيه جديره بالتقدير كان واجب عليه انه يشكر المهندس عدل القيعي، لكن ان يغضب من كلام ما تقالش ويقول المهندس عدل القيعي ثم نجد المزيد من التاويل والتهليل والكلام غير الطبيعي بالمره، فانا اعتقد كل هذه المعاني لم تكن في موضعها. واللي بيننا وبينكم وبين الجميع اللي احنا قلناه بعظمه لساننا في الحلقه الماضيه نفكر الناس بيه. عنوان الاهلي يحارب توصيات البدري كارتروني جنب صفقات حسام ويبدا باحمد علاء. اقرا عشان اعلق لك لان الحقيقه ده كلام يعني يحتاج تعليق بالتاكيد يعني. الاهلي يحارب توصيات البدري، ده الاهرام المسائي. الحقيقه يعني هي المساله محتاجه ان احنا نتكلم فيها بوضوح شويه عن علاقة النادي الأهلي بولاده اللي بيخرجوا منه وبالذات الكابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري مدرب كبير فاز مع الأهلي بالدوري، حقق بطولات كتيرة جدا مع النادي الأهلي، هو واحد من أبناء النادي الأهلي اللي نجحوا بشكل كبير جدا. كابتن حسام مشي من النادي الأهلي، حقه يشتغل، هو راجل مدرب. الجمهور اللي بيلوم عليه انا بستغرب له، وانت بتستغنى عن المدرب عشان يقعد في البيت الراجل ما يشتغلش؟ لازم نقدر الناس بهذا الفكر الاحترافي، طالما الراجل مركز في شغله فله كل الاحترام والتقدير. لكن ان الناس تزعل من حد، الاهلي خلاص انهى ارتباطه بيه، الاهلي شاف مدرب تاني، فاصبح من حق كل هؤلاء الارتباط بأعمال تناسبهم أو يحتاجوها من وجهة نظرهم، وليهم كل الاحترام والتقدير. لكن فكرة أنه الإعلام أو الصحافة تحط في اعتبارها أنه فيه يوصل الأمر أن أنت لما بتجيب لاعب أو بتمشي لاعب فأنت بتثور في دماغك قناعات الكابتن حسام البدري كانت إيه؟ هو ده كلام يعني؟ هو طب هو الكابتن حسام البدري لما مسك لو كان له وجهة نظر فنية ضد لاعب كان عنده فرصة أفضل مع المدرب اللي سبقه، هل كان حسام البدر الراجل ساعتها بيصفح حسابات مع اللي مشي؟
اطلاقا لا، دي رؤية فنية تخصه. حصلت وجهة نظر فنية تغيرت بين المدربين، في لاعب استفاد منها ولاعب أضير منها في كل الحالتين، لا ده كان بصف حسابات ولا الأولاني يعني كان هو إقحام إقحام اسم الكابتن حسام هنا مش صح طبعا وجهة نظري. وعلى فكرة لأنه الراجل في تجربة عمل، فعايزين نقفل هذه الزاوية المغرضة جدا في تقييم الأمور. الراجل عنده تجربته، أنت هتفضل باستمرار كل ما تاخد قرار فني هيبقى ده اللاعب الفلاني اللي كان محسوب لصالح حسام البدري، أو الأهلي بيدي فلان فرصة عشان يرد على حسام البدري. ده الكلام ده لو سليم ها كان كارترون اتلكك وما لعبش أزارو بعد الإشكالية اللي حصلت قبل الماتش، لأن أزارو ده ها هو الدبلومة أو الماجستير أو الدكتوراه بتاعت حسام البدري. خلينا سرعة طبعا مصر كلها كانت ضده فيه، هو أثبت وجهة نظره. فما فيش حاجة اسمها تصفيه حسابات على حساب مصلحة الفريق طبعا، عشان كده بقول لك اقرا الخبر لان هقول لك تفسير لكل كلمه فيه. حتى اقراه في الـ في الـ في الـ في العام يعني. وبيقول لك ايه، بدا الفرنسي باتريس كارترون المدير الفني للاهلي في ترجمه وجهه نظره في التعامل مع اللاعبين المنضمين حديثا للقلعه الحمراء بناء على توصيه الجهاز الفني السابق بقياده حسام البدري او توصيه لجنه الكوره قبل بدايه المسؤوليه بشكل مباشر. تمثلت تلك الحالة في موافقة كارتيرون على إعارة أحمد علاء قلب الدفاع المنضم لبطل الدوري خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى أي ناد خلال الميركاتو الصيفي، وذلك بسبب الوفرة العددية في مركز قلب الدفاع الذي يضم سعد سمير ومحمد نجيب وكوليبالي ومحمود الجزار بجانب رامي ربيعة بعد عودته. وبيقول هذا التقرير أنه تعتبر تلك المبررات ظاهرية. طب نقف هنا. آه يعني دخل في ضمير ظاهرية مع إن هو فلسفة الأمر. أنا لسه بقول لك إيه، بقول لك إشكالية في قيد الاتنين اللي متبقيين، هو عايز يعني يسجل الاتنين دول في أكثر الأماكن اللي يتصور إنه محتاج فيها. طب النهاردة أحمد علاء هو بيقول لك في الميركاتو الصيفي، شوف الدقة يعني عايز يعينه إن شاء الله 6 أشهر. عايز يعني إذا كان هذا الكلام صحيح ها وقد يكون، ده بالعكس ده هو ده تفكير احترافي ملوش علاقة خالص بالمدرب السابق. ما قالش عليه لعيب وحش، ده بيقول عايزه عشان تفضل عنده الحوافز إنه يبقى رجله في الدوري الممتاز ويلعب بانتظام. لعيب كويس والناس مقتنعة بيه جدا، ولما جه محدش جابه كده، ده لجنة الكورة تحرت وكلفت وجه بناء على رؤية لجنة الكورة، لأن ما كانش فيه جهاز فني ساعتها. يعني معرفش هل تقرير الكابتن حسام قال لهم يعني أنا مش متصور يا أستاذ إبراهيم إن أنا ماشي ها هقول للنادي بتاعي بس تتعاقد مع فلان وفلان وفلان وفلان. يعني ممكن اقول له ها مراكز ضعف اللي عندي. أي. بس مش هسمي له مش الصفقات اللي جابها طبعا. لا يعني مش منطقي طبعا. فمساله ان انت جبت احمد علاء لانه لاعب واعد جدا وصغير السن، واحنا قلنا دلوقتي لما كوليبالي جه بقناعه ان الراجل ده عايز واحد عنده خبره افريقيه وجاهز بمواصفات معينه يجي يركب على طول، وجه لعبه على طول لانه مرانه ما كانش محتاج ايه يستناه، والراجل جاي من موسم لعب 10 ماتشات قبل ما يجي لنا. فمساله قيد اي لاعب هتكون مرهونه برؤيه فنيه واحتياجات الفريق، ملهاش دعوه بالمدرب السابق. لان انا كمان لو قعدت افكر كده ده انا عطل نفسي قوي، هشتغل بعند مع جهاز ايه المبرر ان اشتغل بعند مع جهاز مشي يعني. لا وانت كمان قلت معلومه انه تاجيل قيد المكانين اللي شغالين في افريقيا يرجع لانه على ان صراع احمد علاء واحد منهم. اي ما هو في صراع، ما في صراع. انا تصوري كده، انا مش معنى كده ان انا عندي يعني معلومه انما تصوري كده انه في 3 لعيبة والمكانين اللي هو لما هما خلاص ما فيش مشكله تبقى محلوله. انما هو انا تصوري كده. فمساله ان هو قد يجد حل في هذا الموضوع
بالكلام ده. ده مسألة مصلحة فريق ملهاش علاقة خالص ان انا افكر الابلية كان بيعمل ايه وإلا ده مش شغل محترفين. صحيح. بس فكمان ان احنا نتبنى وجهة النظر دي ونبتدي ندعمها ما اظنش ان هو ده الواقع يعني. طيب بيقول تقرير الاهرام المسائي انه تسببت تلك الحالة اللي هي تصفية افكار حسام البدري. تسببت تلك الحالة في قلق شديد لمين بقى؟ لمجموعة من اللاعبين الصاعدين المنضمين حديثا الى المهاجم الى القلعة الحمراء، يوسف الجبالي وعنبان حمدي ومصطفى البدري ثلاثي الوسط المهاجم. طب ليه؟ واحمد خالد كارلوس المدافع الايسر اللي تعاقد معاهم الاهلي من الشمس والنصر واسوان وبتروجيت. طب دي لعيبه في الناشئين. في الناشئين. وانا لما اقول ده هم لا، التفسير ايه بقى؟ لكون انضمامهم للنادي لم ياتي وفقا لوجهه نظر كارتيرون. طب كارتيرون مالك؟ قطاع الناشئين. انت جايب ناشئين لحسابات مستقبل الفريق. بصرف النظر. اه. هو يعني يقلق ان احمد علاء ما تأيدش؟ وعلى فكره حسام البدري ما يعرفش حاجه عن ولا واحد من دول. طبعا. ولم يطلبهم. صحيح. بيقول هذا التقرير الغريب ان كارتيرون بعد التعاقد مع المدافع المالي سليف كوليبالي لم يبدي رغبته في ضم اي مدافع خلال فتره الغريب بل ان المفاوضات التي فتحتها اداره النادي مع بعض العناصر مثل محمود متولي مدافع الاسماعيلي ومن قبله عبد الله بكري مساك سموحه ورامي صبري في انبي جاءت بتوصيه من لجنه الكوره بناء على رغبه حسام البدري وهو كان المدير الفني وقتها ما كانش فيه كوليبالي. صحيح. وبعدين ما كانش فيه ان الصفقات دي هتبقى بالاتمان دي والصعوبه دي. صحيح. وذلك احد الاسباب القويه لفشل تلك المفاوضات ليكتفي كارتيرون بمجموعه المدافعين الذين ضموهم الفريق بالفعل ويعاني مجموعه من اللاعبين. يعني اسالك سؤال، تجاهل المدير الفرنسي ليهم ابرزهم محمد شريف لاعب الوسط المهاجم اللي جاء ضمه وفقا لوجهه نظر حسام البدري. اذا كان ده انا بقول لك كان مرشح ده هو مقتنع بيه جدا. اه ده كل الاخبار اللي بتيجي من المعسكر انه لانه مرانه ما هو الفكره شافه في وادي دجله كويس كان معاه. واخد بالك؟ مساله ربط حسام البدري باي فكر انا مش عايز كده، مش عايز نفضل كل يوم والتاني والا دي تبقى مساله مش صح. وده كان سبب تناولنا لهذا التقرير تحديدا عشان نغلق ملف الثرثره. يعني النهارده لو علاقه حسام الكابتن حسام البدري الاهلي يا استاذ ابراهيم، لو هناك طريقه او وسيله انه يجيب محمود متولي هيقول عشان حسام كان عايزه؟ ايه ده، معقول الكلام ده؟ ده الاهلي رفض يفرط، رفض التفريط في وليد ازارو اللي انت وصفته. ما هو لو كان المساله كده بقى اهم قناعات كنا وصلنا على مستوى ان ما جابش متولي عشان حسام عايزه. طب لاعب ازارو ليه؟ اللي كان حسام ابنه. صحيح. هو منتجه، ده منتج حسام البدري. عشان كده يا جماعه ارجو بجد في مناقشاتنا للامور ونسيب الراجل بقى يشتغل ملناش دعوه بيه. بالظبط. الراجل عنده تجربته ربنا يوفقه فيها، لانه انا زي ما قلت لكم حتى للجمهور، والله الجمهور البسيط العادي، لا انت هو في مدرب بيمشي في البيت. دفعنا هجوما. ملناش شأن بالكابتن حسام بدري بيفكر ازاي او عمل ايه. خلاص. لكن اي واحد فيهم هو اللي بينتقد هذا تقعد في البيت ولا يجي لك شغل تشتغله؟ خصوصا ان حسام البدري لم يظهر منه اي هجوم على النادي الاهلي او كلام سلبي على النادي الاهلي. صحيح. لو تفوه بحاجه هنناقشها ونقطع يا جماعه. اقفلوا بقى الصفحه دي، خلينا نشوف. يا استاذ ابراهيم، انا كل اللي بتكلمه انا ليه مع التهدئه وليه مع الصلح وليه مع ان احنا نقفل الملفات ونبتدي كل واحد ينشغل بنفسه ويبقى منافسه قويه. ليه مع كل ده؟ لان حاله البهجه اللي شفتها في كاس العالم تشعرني بالغيره. الناس دي بتلعب كوره عشان تتمتع. الجماهير ودي حاجه جديده، ما حدش يقول اصل ده سلوك حضاري. لا، دي حاجه جديده خاصه بهذا، لان كان في بطوله اوروبا كان في الجماهير الروسيه والجماهير الانجليزيه والمش عارف ايه، كان ضرب نار في الشوارع. ايوه. لما كل ده يتلاشى وبعدين نشوف حاله البهجه اللي صدرتها لنا والمتعه، وعشان كده قدرنا نشوف مفاجآت من غير ازمات. ها؟ وشفنا قوة جديدة بتطلع، وشفنا نجوم
النجم بقى هو الاداء الجماعي مش الفردي. كل ده يدعونا ان احنا نغير، وعايزين ايوه عايزين من ده، عايزين المناخ ده، عايزين هو ده المناخ ده، لان ده من غير حتى برامج من غير حاجه، لو قدرنا نستورد هذا المناخ ونلعب كره جميله نستمتع بيها، والجماهير تبطل تغيظ في بعضها والتراشق ده، والاعلام يساعدها من فضلكم. ايوه هي دي هي دي الكره في مصر تتطور يا ابراهيم. الاعلام لازم يقوم بدوره ان هو اللي يقود الراي العام مش ينقاد حسب الراي العام. الحقيقه اللي انا شايفه في كثير من الحالات بتبدا من الاعلام. الاعلام بيبقى شايف الجمهور عايز ايه ويمشي في ركابه، مش عايز ده ساعات يوجهه في المشكله، انما حقيقه الامر يعني هو في دور مسؤول. هو احنا بنقود الناس. هو الجمهور عايز المقاله دي؟ لا طبعا. يعني ازاي نرسخ عند الناس فكره المكايده، فكره المعايره، فكره ان في المؤامرة. حد مشي، فكره المؤامره، ترسيخ مفاهيم المؤامره عند الناس، وده مش موجود. امتى ممكن نرتقي بالفكر الاحترافي بتاعنا؟ امتى نقول انه فلان الفلاني اللي مشي من النادي العلاني ده راجل محترف ولازما احافظ على فرص عمله الاحترافيه بما لا يضير بالكيانات الاخرى؟ هو ما مشيش هرب منك طبعا، هو ما مشيش في وسط موسم. هو ما تخليش على حسام البدر، انا بتكلم على عامه اللعيب اللي عايز يمشي. هو طلب مبلغ ممكن ابقى انا متضايق منه انه طلبه، ما كانش العشم لكنه احترف. لكن اذا جاله هيفكر. في ناس دي اللي بنقول لها بقى ونحطها فوق دماغنا تقول لك لا، ولا كنوز الدنيا ما سيبش الاهلي، خلاص ده اللي اتحط على الدماغ. لكن التاني ما يستحقش لا الهجوم ولا انه يتعامل المعامله، ده هيبقى النمط اللي هو احترافي، الغالبيه هتفكر كده. لكن اللي بيشتري الاهلي ده بقى اللي احنا بنحبه قوي يخش قلبنا، واللي بنحطه في خانه لوحده ونبتدي نقول ده رمز وايقونه ويستحق ان انت تضحي له وتديله، ويستحق انك تديله اللي تقدر عليه. ويستحق انك انت تفكر فيه بعدين. أيوة. ازاي تحتفظ بيه، تأتمنه على مستقبلك. ودول مش هيبقوا في ضمن الاغلبيه. دول هيبقوا صفوه. لكن اللي ما عملش كده مش مجرم. لكن مش بتاعنا. ده محترف بقى، ده راجل بيفكر احترافي، ما عملش جريمه الحقيقه. الا اللي يسيبك في النص ويهرب ويمشي. واخد بالك؟ او تبقى يخل بالتزاماته، او يتوهك ما يقولكش الحقيقه. لا، انما الواضح خلاص. انا مش عايز لعيب، هو انا هعمل زي غير اللي كنت. انا مش عايز لعيب، ما يروح الحته اللي تعجبه مثلا، مش عايزه خلاص. هيعمل ايه يعني؟ هو هيعمل ايه لعيب؟ انا بقول له شوف مصلحتك، والله لازم نوصل لهذه الدرجه ان لو قال لي عايز اروح الزمالك اقول له اتفضل بس هات لي المقابل. أيوة. والزمالك نفس الشيء، عايز اروح. خلينا محترفين قوي لدرجه ان احنا ما تبقاش خايفين من خطوات منطقيه في العالم كلها، في العالم كله. انما اللعب على النعرات ونربطها بكبريائنا ونربطها بالخبطات والصفقات كلها ملاعيب، بقت خدت أهمية أكتر من البطولة. يعني موسم الانتقالات ده وصل إلى مرحلة إنه بيكلموك على لعيب ما يعرفوش عنه حاجة، يقول لك فشل كذا وفشل كذا. أنا هناقشك في ملف التعاقدات والصفقات تحديدا، لأن قبل ما تخلص الحلقة. أنا ليه بقول لكم، أنا في تصوري بعد الحلقة الماضية وكلام المهندس عادل القيعي، أنا أعتقد الكابتن والصديق العزيز الكابتن حسام البدري كان عليه برقية شكر الملك وكتابه، أو برقية تقدير، أو رسالة حب للمهندس عادل القيعي. لكن ده ما حصلش، وحصل فهم خاطئ منه خالص. والمؤكد إنه حد بقيمة حسام البدري وبثقافته وبعلمه وبنضجه وبخبراته ما اتفرجش. هو نقل إليه، ونقل إليه على طريق الخطأ أو على طريق العمد برضه، لأنه أكتر حاجة شائعة دلوقتي في الوسط الرياضي الزنبقة. كل حد عايز يتقرب من حد بيزنبق في حد. ده سلوك غريب جدا حتى على المجتمع الرياضي نفسه، بس للأسف بقت دي العملة النشطة جدا والرائجة. وأنا أعتقد حسام البدري وقع ضحية حاجة زي كده، لانه لما الكابتن عادل القيعي او المهندس عادل القيعي يقول انه ازاره ده شهاده الدكتوراه بتاعت حسام البدري، انه كان كل الناس
بتنتقد هذا اللاعب المغربي وحسام البدري كان مصمم عليه وثبت نجاحه. ولما يقول ان حسام البدري ما ظهرش منه تجاه الاهلي اي شيء سلبي وما يستحقش ابدا ان اي حد من جمهور الاهلي يزعل منه او يحمل عليه. ولما يقول انه حسام البدري بعد ما عقده خلص ومشي من حقه يشتغل مش هيقعد في البيت. ولما ينتقل للكلام على اللعيبه وهنا مربط الحصان وربما هي ديت سبب اللغط اللي حصل. هو بيتكلم على الكابتن حسام البدري ثم انتقل للعيبة وقال بالفصل كده أنا ما بتكلمش على حسام البدري، أنا بتكلم إن أي لاعب يجي له عرض وعايز يمشي يمشي. طب ما أنا أفكركم بالجزئية دي على مستوى حدد الدقيقة اللي قال فيها المهندس عادل القيعي هذه النقطة اللي ربما أحدثت هذا الالتباس لأنه الراجل مش موجود النهاردة فوجب التنويه نيابة عنه. نسمع المهندس عدلي في الجملة دي تحديدا اللي ممكن تكون سبب ما حدث. امتى نقول انه فلان الفلاني اللي مشي من النادي العلاني ده راجل محترف ولازما احافظ على فرص عمله الاحترافية بما لا يضير بالكيانات الاخرى؟ هو ما مشيش هرب منك طبعا، هو ما مشيش في وسط موسم. هو ما تخليش على حسام البدري، انا بتكلم على عامه اللعيب اللي عايز يمشي. هو طلب مبلغ ممكن ابقى انا متضايق منه انه طلبه، ما كانش العشم لكنه احترف. لكن اذا جاله اذا جاله هيفكر. في ناس دي اللي بنقول لها بقى ونحطها فوق دماغنا تقول لك لا ولك نزل الدنيا ما سيبش الاهلي خلاص، ده اللي اتحط على الدماغ. لكن التاني ما يستحقش لا الهجوم ولا انه يتعامل المعامله، ده هيبقى النمط اللي هو احترافي، الغالبيه هتفكر كده. لكن اللي بيشتري الاهلي ده بقى اللي احنا بنحبه قوي يخش قلبنا واللي بنحطه في خانه لوحده ونبتدي نقول ده رمز وايقونه ويستحق ان انت تضحي له وتديله، ويستحق انك تديله اللي تقدر عليه. ويستحق انك انت تفكر فيه بعدين. أيوة. اذا تحتفظ بيه تأتمنه على مستقبلك. ودول مش هيبقوا في ضمن الاغلبيه. دول هيبقوا صفوه. لكن اللي ما عملش كده مش مجرم. لكن مش بتاعنا. ده محترف بقى، ده راجل بيفكر احترافي ما عملش جريمه الحقيقه. الا اللي يسيبك في النص ويهرب ويمشي. ده مين؟ ده اللعيب اللي عايز يمشي. كان الكلام واضح جدا من المهندس عدلي، لكن احنا حرصا على الكابتن حسام البدري اردنا التوضيح لانه بيننا وبينه ونعلم انه حد له قيمته وحد له تقديره عندنا، عشان كده حبينا نوضح فقط للكابتن حسام البدري. لكن على المستوى المهني اعتقد لما واحد او زميل صحفي كبير بحجم وقيمه الاستاذ محمد شبانه رئيس تحريري الاهرام الرياضي امين صندوق نقابه الصحفيين مقرر رابطه النقاد الرياضيين، يعني حاجه كل واحده منهم في حد ذاتها قيمه، ويحدث ما حدث هذا الالتباس يبقى من حقه التوضيح. استاذ محمد شبانه اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم. ايه الف سلامه عليك. عندي دور برد شديد جدا. اللي بيجي على عدل القيعي ما بيسلمش. انت حر. بجد عندي دور برد صعب جدا. الف سلامه. ولولا الدور البرد ده فعلا امبارح يعني اصبت بيه يعني. ألف سلامة. النهارده أطلع على الهواء في نغم الصبح. ألف سلامة. كنت فعلا طلعت على الهواء كنت الله يخليك ميرسي. إذا كنت طلعت على الهواء فعلا صباحا يعني، لكن دي يعني إرادة ربنا، كنت هوضح اللي حضرتك بتتكلم فيه. يعني أنا كنت ناوي أوضح اللي أنت اتكلمت فيه، لأنه أنا لما عملت التعليق بتاعي أحد الزملاء كلمني وبعت لي الفيديو، أنا ما كنتش أنا شفت الفيديو صراحة يعني. بس كنت استقيت التصريحات الكابتن عدلي من موقع له مصداقيه كبيره بالنسبه لي. دي موقع في الجول. وهو لفظ يعني كلمه غيرت المعنى بتاع التصريحات الكابتن عدلي، وللاسف يعني انا اخذتها من الموقع وعلقت عليها. ف يعني اللي زينا لما بتبقى في موضع المسؤوليه كنت ناوي النهارده الحقيقه اعدل رايي. واقول بصراحه انه انت عارف انت الواحد لما بيقول راي بيبني رايه ده على معلومات صحيح بيستقيها، اذا تغيرت المعلومات او اختلفت او الواحد قال له معلومات جديده لا يعيب ابدا انه يعدل من رايه، لان احنا بنخاطب راي عام صحيح وبنشكل راي عام. انا بحييك على كده الحقيقه.
لا بالعكس يعني، وده دورنا وده دور مهني على فكره. صحيح. ودايما انا دايما من منهاجي ودايما بقوله حتى في برامجي او في كتاباتي انه تعديل الراي لا يعيد ابدا صح تعديل هذا الراي، لان احنا طول ما احنا بتستقل معلوماتك يعني انت ممكن يبقى رايك في موضوع من 3 سنين غير النهارده. بالظبط. كل ما بتكتسب خبرات وكل ما بتكتسب معلومات وكل ما بتكتسب امور مختلفه اكيد بتعدل رايك، طالما انت ليك مصداقيه وانت رايك ده مش مغرض ولا بيهدف لحاجه خارجها او خطا يعني. فالحقيقه الكلام الكابتن عادل لما الفيديو جاني من احد الزملاء شفته هو لم يقصد ابدا اللي احنا اتكلمنا فيه، لم يقصد ابدا الكلام على الكابتن حسام البدري، بل على العكس هو كان واقعي في رايه وكان بيتكلم بشكل عام على اللاعب او حتى على المسؤول او حتى على المدرب، ان احنا في زمن احترافي، لكن الكلام ما كانش على الكابتن حسام البدري بالمره نهائيا، وما اعتقدش ان الكابتن حسام ممكن يزعل من هذا الكلام لانه الكلام واضح وانا بقول له حقك عليا طبعا الكابتن عدلي، وانا بينه وبينه كتير، وانت عارف انه قيمه الكابتن عدلي وقيمه الكابتن حسام بتخلينا احنا لما بيبقى في تصريح او خبر احنا بنعلق من القيمه بتاعته بالظبط او من القيمه بتاعت الكابتن حسام. بالظبط. يعني انت سبقتني بقى، انا كنت ناوي النهارده بجد اعدل هذا الراي واتكلم فيه اللي انا سمعته بقى بصدق، لكن بشكرك انت كلمتني. لا انت حد في المهنه ليك قيمتك، وبالتالي لما يحدث هذا الالتباس لابد ان يكون هذا التوضيح. لا بالعكس انا بشكرك يا ابراهيم وبشكر قناه الاهلي وبعتز بالكابتن عدلي وبعتز بالكابتن حسام وبعتز ببرنامجك، وشيء كويس جدا على فكره ان يبقى في برنامج، بعيد بقى ان بعض بتعتبر البرنامج وكانه يدافع. احنا بنصحي لك ناس بدري قوي يا محمد من الاعداد عشان تتابع الراديو. انا منك ايه طيب؟ في نقطة برضه خد بالك انه على اليوتيوب يعني في ناس دايما تبعت لي تقول لي انت ما اعرفش اشتمت مين، انت عارف اليوتيوب دايما بيحطوا عناوين الناس يعني حد فلان يعمل ما اعرفش ايه، وتلاقي الكلام حد بيسلم على حد. لكن انت عارف بيبقى هدف الشانل اللي على اليوتيوب انه يجيب نسبة مشاهدة عشان يجيب اعلانات، فانا برضه بقول للناس فرصة دلوقتي ما تقعوش دايما في الفخ ده، ممكن الواحد يقول رأيه بواقعية شديدة وبهدوء، فتلاقي بس العنوان عنيف جدا فالناس تدخل، لكن هو الغرض من التشانل اللي كاتبه العنوان ان هو يجيب نسبه زياده عاليه. بكرر شكري ليك يا ابراهيم، وطبعا شكرك جزيلا يا محمد، بعتز بالكابتن عدلي وان شاء الله موفقين دايما ان شاء الله، والف سلام عليك، وخليك عارف انه عدلي القيعي بينه وبين ربنا عمار، كلمتين جالك دور برد انت حر. انا مش هقرب منه تاني يا عم خلاص. شكرا، تعبان جدا. شكرا جزيلا. شكرك رب. شكرا جزيلا للصديق العزيز والاعلامي المتميز الاستاذ محمد شبانه رئيس تحرير الاهرام الرياضي. وانا اعتقد المساله بهذا الشكل لابد ان احنا نحيي فضيله الاعتذار والتوضيح، لانه اللي حدث ده التباس، والتباس من حد مهني في حجم رئيس تحرير الاهرام الرياضي ومقرر رابطه النقاد الرياضيين، فحد له شرعيته وله قيمته وله مهنيته. انه يبادر بهذا التوضيح وهذا الاعتذار للمهندس عدلي فهذا يكفي، لكن زي ما بقول لكم المساله كمان زي ما اشار ليها محمد شبانه تخص الكابتن حسام البدري وتخص علاقات الناس ببعضيها. مش معقوله ابدا المهندس عدلي يقول كل هذا الاطراء وهذا التقدير وهذا الاحترام في حق صديق عزيز بالنسبه له، واحد من رفقاء عمل طويل في النادي الاهلي، فالكلام يتفهم غلط وحسام البدري يزعل. انا اعتقد انه ما فعله الأستاذ محمد شبانة بحق المهندس عدلي القيعي يجب أن يفعله الكابتن حسام البدري في حق المهندس عدلي القيعي، لأنه لما حد يثني عليك كل هذا الثناء وهذا التقدير وبالعكس يحاول يوجه الجمهور أنه قيمة حسام البدري عاملة إزاي، وأنه الرجل أبدا لم يخطئ في أي مرة في حق النادي الأهلي ولا قال أن أنا عايز أمشي، الكلام ده ورد على لسانه، فيكون ردات الفعل هذا الغضب غير المفهوم، لكن في النهاية يكفي ان احنا بنوضح للرأي العام الحقيقة، علشان دي تجربة داخلة في موسم جديد مؤكد ان ليها الكثير من الترقب والكثير من التربص، وهتكون بالتأكيد عرضة لحاجات كتيرة جدا يحاول الناس تدخلها في بعض، فكون ان احنا من البداية ننتبه الى هذه المسألة ونحاول نفض اي اشتباك في مهده، البعض بيحاول يوقعوا بين الأهلي وبين واحد من ولاده بحجم حسام البدري، فالمسألة تكون واضحة علشان حسام البدري يعرف حقائق الأمور إيه، وفي النهاية له ما له. طيب الكلام عن الأهلي من ولاده مسألة مهمة جدا،
او مساله كمان طبيعيه قوي، انه في ابن من ابناء النادي الاهلي او مدرب من مدربي النادي الاهلي يمتدح الاهلي او يقول اي راي ايجابي في حق هذا او هذا الكيان، دي مساله طبيعيه. المساله اللي ليها اهميتها وليها تقديرها وليها مردودها ايضا الايجابي عندما يصدر هذا من الاخرين المنافسين للاهلي. النادي الاهلي هيستهل الدوري الجديد باذن الله تعالى في مواجهه الاسماعيلي، مباراه مهمه جدا هتبقى ان شاء الله افتتاحيه الدوري بالنسبه لحامل اللقب. الاسماعيلي لاول مره بيقوده المدرب الجزائري خير الدين مضوي. مضوي تحدث في قناة اون سبورت عن رأيه في النادي الأهلي. المدير الفني للإسماعيلي وهو جزائري يتحدث عن الأهلي، نشوف رأيه فيه إيه. احترافية النادي الأهلي، وهذه الاحترافية ربما لا تبدو منفصلة عن الكلام اللي احنا كنا بنقوله، انه من هذه الاحترافيه لما اي حد من ولادك ينتقل الى عمل اخر لازم تقدره بموجب هذه الاحترافيه، لانه ارتبط بعمل اخر وارتبط بعمل مع كيان يجب عليه الاخلاص ليه اخلاص تام، ويجب الفصل التام بين طبيعه عمله الجديد وبين انتمائه اللي كان. هي دي الاحترافيه، كما انه في هذه القلعه الكل يعمل باحترافيه بكل معاني الكلمة، وتحتاج أوقات كتيرة جدا لشرح مضمون الاحترافية في عمل النادي الأهلي نفسه. ده رأي المدير الفني للإسماعيلي. ويمكن النهاردة وأنا بتابع بعض التغريدات استوقفتني تغريدة للكابتن محمد عمر ابن نادي الاتحاد السكندري، واحد من أهم رموز كرة سيد البلد، قال النادي الأهلي نادي أجنبي وجد هنا خطأ، وكان بيتكلم على قيمة النادي الأهلي بهذه الاحترافية اللي اتكلم عنها خير الدين مضوي الجزائري، واللي قال سبق الكل في الحديث عنها الكابتن حلمي طولان ابن نادي الزمالك كلاعب وكمدرب عندما واجه الأهلي وهو يقود طلائع الجيش في الموسم المنقضي. نفكركم بكلام الكابتن حلمي طولان. احنا ليه بنعرض ده؟ احنا مش بندور على تزكية من ناس كبيره في انديتها للنادي الاهلي، المؤكد ان احنا مش في عرض تصويت شعبي، لكن بنقول لجمهور الاهلي هي دي صوره النادي الاهلي اللي انتوا بتعتزوا بيه واللي انتوا بتحبوه لدى المنافسين الاخرين اللي يملكوا من الجراه والشجاعه والفضيله انه يعترفوا بقيمه النادي الاهلي. اول حاجه دي مساله من باب ترطيب الأرضية ما بين الأهلي ومنافسيه، إن الجمهور يبقى عارف إنه من الواجب ومن الاحترام للمنافس إنه لما يبقى في حد متفوق وله قدر وله قيمته إن أنت تجاهر بهذه القيمة وتعترف بهذه المكانة، مش تنكرها أو تقلل منها. رقم 2 مبادلة الاحترام باحترام. رقم 3 إن أنت تعتز بناديك وتحافظ على أسباب هذا التفوق. أنت صورتك لدى المنافسين إيه؟ انت لما بتقف قدام المرايه شايف نفسك كويس قوي، لما بتشجع فرقتك وبتمارس انتمائك حاسس بهذا الزهو وهذه القيمه وهذا الفخر بالانتماء الى هذا النادي العظيم. لكن كمان لما تسمع اراء المنافسين فيه لازما تزداد ثقتك في ناديك اكتر، يزداد فخرك بالاهلي اكتر، يزداد حرصك على مبادئ وقيم وتقاليد النادي الاهلي اللي وصلته ان يكون في هذه القيمة لدى منافسيه. هو ده السبب ان احنا دايما وابدا بنهتم برأي الاخرين في الاهلي، مش من باب التزكية ولا التصويت الشعبي، لا، من باب حث الجماهير على الاحتفاظ باسباب هذا التميز، الحرص على هذه القيمة، المحافظة على هذا الكيان بتقاليده بقيمه بكل التفاصيل اللي وصلته لهذه المكانة، واللي مش في كرة القدم بس، في كل الألعاب. النهاردة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي حرص على جلسة مطولة مع الأجهزة الفنية للألعاب الأخرى بالذات كرة اليد والطايرة والسلة في حضور الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، اللي قال إنه هذه الجلسة كان ليها تأثير كبير على الأجهزة الفنية للألعاب الثلاثة، اللي تحدثوا مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي عن الموسم الجديد وعن معاهدتهم ليه إنه فعلا كل الفرق الرياضية في هذه الألعاب هتكون بإذن الله
عند مستوى الحدث وعند قيمة تمثيل النادي الأهلي. دي مستمرة هذه الجلسات مع كل الألعاب، والأسبوع اللي فات كانت مع قطاع الناشئين، ودلوقتي مع الفريق السلة والطايرة واليد، ومن المؤكد أنها تستمر مع القطاعات المختلفة في النادي. على سبيل الألعاب الأخرى، النهاردة وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي التقى مع المهندس هشام نصر رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد قبل المؤتمر الصحفي اللي عقد في مقر الوزارة. وفي بداية اللقاء الدكتور أشرف صبحي تمنى التوفيق للمدرب الأسباني ديفيد ديفيز اللي هيقود منتخب مصر لكرة اليد لتجهيز المنتخب لكأس العالم في 2021. وأكد الدكتور أشرف صبحي على أن كرة اليد لها شعبية كبيرة جدا، وأن كل الأندية الممثلة في اتحاد اليد أو الممثلة في اتحاد اليد عندها اهتمام كبير بدعم هذه اللعبة المهمة. على صعيد كرة اليد أيضا، وأحد رموزها الكبار من أبناء النادي الأهلي الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، واللي بيجلس على عرش اللعبة عالميا في الدورات الأخيرة، التقى المهندس أو الدكتور حسن مصطفى بالأمس المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. صحيح أنه تفاصيل الزيارة لم تعلن، سبب هذه المقابلة لم تعلن، لكن ربما الأمر يرتبط بنقطة مهمة جدا. الدكتور حسن مصطفى كان موفد اللجنة الأولمبية الدولية في متابعة الملف المصري في المرحلة التشريعية الانتقالية قبل ما وزير الشباب والرياضة السابق المهندس خالد عبد العزيز يطلع بمهام وضع القانون الجديد للرياضة، ثم الانتخابات اللي جرت في كل الهيئات الرياضية. في هذه المرحلة الانتقالية المهمة، اللجنة الأولمبية الدولية كلفت عضو اللجنة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى بمتابعة الملف المصري في المرحلة الانتقالية، وعشان كده مصر سلمت من أي عقوبات دولية أو من أي لوم من اللجنة الأولمبية الدولية عن أي خروقات تحدث. مشيت المركب الأولمبية بشكل جيد إلى أن تم وضع القانون وتم تسليم السلطة للجنة الأولمبية علشان تطلع بإدارة ملف الرياضة المصرية كاملة، ووزارة الرياضة ممثلة للحكومة المصرية تتراجع خطوتين عن إدارة الرياضة في مصر وفقا للدساء أو المفاهيم والمواثيق الأولمبية اللي بيحترمها الدستور وبينص عليها. الجديد أنه مع تولي الدكتور أشرف صبحي مقاليد وزارة الشباب والرياضة ظهر الفكر المختلف عنده عن المهندس خالد عبد العزيز. دكتور أشرف صبحي له وجهة نظر أنه الوزارة مدام بتدفع ومصر كحكومة مدام هي اللي بتمول، فحابب أن الوزارة يكون لها دور في تسيير هذه الشؤون في الاتحادات الرياضية. وبدأ الخطوتين اللي الوزارة رجعتهم لورا في عصر خالد عبد العزيز خدهم كمان خطوتين لقدام أشرف صبحي، فبدأ الأمر كما لو كان هناك تصادم سيحدث ذات يوم بين اللجنة الأولمبية وبين وزارة الشباب والرياضة. إذا حافظت اللجنة الأولمبية عن سلطاتها الكاملة وعن استقلاليتها التامة كما وضعها قانون الرياضة الجديد أو كما نص عليها قانون الرياضة الجديد وكما التزمت بها نصوص الدستور المصري اعترافا بالمواثيق والقوانين الدولية، هيبقى في تصادم. ومين اللي هيكون معني بالمسألة؟ الدكتور حسن مصطفى. فدي استنتاجات مش معلومات. ربما كانت مقابلة الدكتور حسن مصطفى لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي امبارح هدفها محاولة الحيلولة دون وقوع هذا التصادم في الاختصاصات ما بين ما حصلت عليه اللجنة الأولمبية من استقلالية وما ترغب وزارة الشباب والرياضة في استعادته. أتمنى أن الأمور تمشي كما نص عليها القانون وكما ينظمها ويحددها الدستور، ودي مسائل مش محتاجة خلاف، وما أعتقدش أبدا أن احنا في توقيت يمكن أن نختلف على أمور بمثل هذا الوضوح. الوزارة بتدعم وبتراقب، ولما بتراقب أي فساد مالي يقع أو أي تجاوزات مالية يقع، الاتحادات الدولية والمواثيق الأولمبية والأعراف الكاملة بتدي الوزارة حق التدخل ولا تستر على فساد في هذا الأمر. لكن في الاختصاصات وفي تسيير الشؤون السلطة كاملة للجنة الأولمبية. النهاردة كان في اختبارات اللياقة البدنية للحكام الدوليين. اتحاد الكورة قال أنه للأسف رسب في هذا الاختبار
اتنين من الحكام الدوليين محمد الحنفي ومحمود عاشور. وقال الكابتن عزب حجاج مدير لجنة الحكام ان عاشور والحنفي مش هيحكموا مباريات في الدوري الجديد الا لما ينجحوا في الاختبارات البدنية. بمنتهى الوضوح التصريح الصادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم عن رسوب عاشور والحنفي في هذه الاختبارات فيما نجح جميع الحكام المساعدين اللي خاضوا الاختبارات. وقال الكابتن عزب حجاج انه اجتاز الاختبارات الحكام جهاد جريشة وابراهيم نور الدين ومحمود البنا ومحمد معروف وامين عمر واحمد الغندور ومحمد عادل ومحمد الصباحي وطارق مجدي ومحمود بسيوني، كما اجتاز الاختبار المساعدون تحسين السادات واحمد حسام طه ومحمود ابو الرجال وسمير جمال وهاني عبد الفتاح ويوسف البساطي ومحمد محمود لطفي وهاني خيري وعمر فتحي وسامي هليل وأسامة عبد اللطيف وأحمد لطفي وأحمد بكر، فيما تغيب أحمد توفيق للإصابة. وهيكون في اختبارات إعادة لمحمود عاشور ومحمد الحنفي، لكن لحين ما يخوض اختبارات اللياقة من جديد مش هيحكموا في الدوري الجديد إلا لما يجتازوا هذه الاختبارات. ده كان الخبر الأخير اللي عندنا، هنطلع لفاصل وبعد منه الفقرة المهمة. السوشيال ميديا في مصر، إيه حكاية السوشيال ميديا الرياضية الأهلوية بالخصوص؟ هيكون في ضيافتنا ثلاثة من شبان الأهلي الواعدين جدا واللي ليهم نشاط ملحوظ على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، أحمد قيشو وأحمد أسامة وشريف جمعة. لكل منهم إسهاماته على السوشيال ميديا المختلفة ولكل منهم له تفاعلاته وله متابعيه. بعد الفاصل هنشوف مع أحمد أسامة وقيشو وشريف جمعة إيه اللي بيحصل في السوشيال ميديا، رأيهم إيه فيما يحدث للنادي الأهلي، تطلعاتهم للموسم الجديد إيه. بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقة في السنوات الأخيرة ومع هذا التفاعل الإعلامي الكبير ظهر على السطح الإعلامي ظاهرة مهمة جدا، مؤثرة قوي، خطيرة جدا، ما فيهاش أطر قانونية واضحة، ما فيهاش مستوى تأهيل مشترط، لكن ليها تأثير كبير، ليها حضور واضح جدا، ليها تقديرها وإسهاماتها في الشارع الرياضي، ظاهرة السوشيال ميديا. والسوشيال ميديا متعددة الأنماط، تبدأ من الصفحات الخاصة وتنتهي إلى المدونات المختلفة، إلى مواقع التواصل الاجتماعي، منها ما هو على الفيسبوك، منها ما هو على تويتر، في اليوتيوب، في الواتساب. كل وسائط الإعلام الحديث تفاعل مع بعضه في شكل بوتقة السوشيال ميديا المؤثرة. والسوشيال ميديا بيزداد تأثيرها كلما زادت شعبية المضمون، وأيضا كلما تنوعت أنماط الجماهير. وعشان الرياضة جمهورها واسع النطاق، ربما طبيعي جدا في مستوى ثقافته، متلقي بانتمائه وبمشاعره، لكنه غزير بكثافة. فعشان كده تأثير السوشيال ميديا في الشارع الرياضي يبدو تأثيرا مهما جدا. محدش كتير ناقش هذه الظاهرة. قبل الموسم ما يبدأ، السوشيال ميديا متغير إعلامي مهم لابد من أن احنا نقف معاه، نقف جنبه، نقف وراه، نسنده، ندعمه، ونحاول تصويبه عشان يمشي في الاتجاه الطبيعي واللي المفروض يفضي إلى رسالة إعلامية ومسؤولة. عشان النادي الأهلي الأكثر تأثيرا في الشارع عامة، عشان النادي الأهلي له هذه الشعبية الجارفة في مصر وكل مكان، ظهر تأثير السوشيال ميديا الأهلوية إنجاز التصنيف والتوصيف. كان من المهم جدا النهاردة نقف مع ثلاثة من رؤوس الحربة المهمين في ظاهرة السوشيال ميديا. أنا عارف أنه غيرهم فيه مهاجمين أشداء آخرين، كنا نتمنى أنه المجال يتسع للمزيد من هؤلاء الشبان نجوم السوشيال ميديا الرياضي، لكن كنوعية منتقاه اليوم مع وعد بالمزيد من العرض لهذه النماذج الأهلوية الناضجة جدا والنابهة بوضوح، معنا اليوم أحمد أسامة، أهلا بيك.
واحمد قيشو اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا زميلي. والمشاغب شريف جمعه اهلا بيك. تحياتي ليك يا استاذ ابراهيم وسعيد ان انا مع حضرتك. ثلاث فراوده ما شاء الله، يمكن كارتيرون كان المفروض يستعين بيه ياخدكم معاه النهارده بوتسوانا. لكن عايز اقول لكم حاجه، اللي بيتابع السوشيال ميديا هيستمتع بقذائف اسامه ومشاغبات قيشو وتخطيف شريف. كل واحد فيهم على السوشيال ميديا له طعمه ولونه ووضعيته. هنشوف في هذا التقرير ظاهرة السوشيال ميديا ونرجع نشوف شريف وقيش وأسامة عاملين لنا ايه. السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي رافد مهم من اهم روافد الاعلام في العصر الحديث. فجأة ومن دون مقدمات اخترق هذا الطوفان الإعلامي وسائل الاتصالات دون استئذان، تحول من مجرد ضيف جديد زائر كما اعتقد البعض إلى صاحب بيت. في الإعلام الرياضي في السنوات الأخيرة ظهرت السوشيال ميديا بتأثيرها الواضح وخطورتها الشديدة. التأثير يبدو ظاهرياً في أجواء الأحداث الرياضية الكبرى وكم من معارك تشعلها السوشيال ميديا. الخطورة تكمن دائماً في غياب الإطار القانوني المنظم لهذا الغول الإعلامي الجديد، خاصة في ظل اعتباره الإعلام المباح والمتاح للجميع دون اشتراط لتأهيل علمي أو رقيب أو تنظيم. إلى أين تمضي ظاهرة السوشيال ميديا في الرياضة المصرية؟ ما هي حقيقة من يجلسون وراءها في الكواليس ويشعلون نارها عن بعد؟ طيب إلى أين تتجه السوشيال ميديا بنا؟ خلينا نشوف قذائف أسامة. أهلا بحضرتك. أحمد أسامة أنت عايش برا مش كده؟ عايش في سلطنة عمان. في سلطنة عمان. محاسب. محاسب. بس ايه علاقة المحاسبة بالإعلام والرياضة والمناكفة اللي أنت فيها دي؟ النادي الأهلي. النادي الأهلي. طبعا. أنا عايش بره بس عايش جوه النادي الأهلي. عايش جوه الأهلي العماني. بالظبط. طيب أنت متابع الشأن طبعا الكروي حتى وأنت بره مصر. أكيد أكيد. بتسوانا أخبارها إيه بكرة يوم السبت؟ بوتسوانا ان شاء الله هتكون نقطة انطلاق للنادي الاهلي. كان المباراة المهمة هنا جدا اللي هي مباراة برج العرب لانتهاء بفوز النادي الاهلي، دي هتعدل مسار النادي الاهلي. والمباراة اللي هي يوم السبت دي مهمة جدا انها تدي الثقة للعيبة وتطمن لجماهير النادي الاهلي ان احنا ان شاء الله على الطريق الصحيح. ودايما بشبه بعض المباريات كده في بطولات معينة زي بطولة 2013 ليوبار الكونغولي بجون وليد سليمان، هناك كان برضه نقطة انطلاق بعد تعثر في البداية. ظروف البطولة دي بالظبط تشبه بطولة 2013، تعثر في البداية، هزيمة بره من كامبالا غير متوقعة في وقت أنت كنت مسيطر على المباراة في الشوط الأول تقريبا وضيع أربع انفرادات وركلة ترجيح وركلة جزاء. فإن شاء الله أملنا كبير جدا في النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي يوم السبت إن شاء الله يصلوا للنقطة السابعة. وعلى الجهة المقابلة لأن برضو في مباراة الترجي وكامبالا مهمة جدا فوز الترجي هيكون في صالحنا، لأن تقريبا هيكون حدد بشكل كبير جدا شكل المجموعة ونبقى احنا مع الترجي بنلعب على الأول والتاني إن شاء الله. إن شاء الله. يمكن من الأخبار الحزينة اللي جعلنا من جبروني الآن وفاة والد ميدو جابر. والد ميدو جابر نجم النادي الأهلي توفى هنا في القاهرة، لكنه ميدو جابر موجود مع البعثة في بوتسوانا. الجهاز الإداري بيحاول الآن يلاقي له فرصة للعودة عشان يلحق بتشييع الجثمان. بنشاطر الكابتن ميدو جابر الأحزان في وفاة والده، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. والميدو جابر ولكل أسرته الدعاء بالصبر والسلوان إن شاء الله. قيشوا مثل هذا الخبر، إنه إحنا شفنا لعيبة كتير بتضحي، حتى يعني في أكتر من لاعب بيشارك في تشييع جثمان حد من أسرته وينتقل مباشرة للملعب كاحترافية. شايف تأثير ده على جو ميدو جابري؟ هو يعني طبعا خبر حزين، ربنا يرحم والده يعني ويصبره، وإن شاء الله يكون ده يعني حافز ليه إن هو يحاول يعوض أهله عن ما بينجزه هو الشخص اللي هو يعوضه إن شاء الله عن فقد والده يعني. الفوز مهم يوم السبت؟ ان شاء الله طبعا تكون بدايه انطلاقه الاهلي في استعاده الامجاد الافريقيه ان شاء الله اللي بعيد عنها الفتره الاخيره.
واللي هو دايما بيقول اللي هو تعثر البدايات بيعطي عظمه النهايات ان شاء الله. الاهلي دايما ما بتعودنا ان هو يتعثر في البدايه كده بيرجع بيبقى اقوى بكتير من بدايه تعثر البدايه ان شاء الله. بس اللي يشوف هدوءكم كده وادبكم الشديد قوي ده ما يشوفش مشاغباتكم العنيفه. في ايه؟ السوشيال ميديا بتخليكم عنف للدرجات يعني دي. الكتابه اثر شويه من التواصل المباشر. طب نشوف بقى المشاغب شريف. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ ابو المسعود. انت شايف كارتيرون هيحافظ على نفس التشكيل ونفس طريقه اللعب ولا متوقع يتغير بفعل انه تاون شيب هيكون هو رخر مختلف؟ خليني بدايه طالما حضرتك بدات بكارتيرون يمكن احد اهم صفقات النادي الاهلي الموسم ده التعاقد مع باتريس كارتيرون مدرب رائع جدا تحدث عن النادي الاهلي بشكل رائع قبيل حتى التفاوض معاه جه واضح جدا جدا انه قريب من الاجواء الدوري راجل مش غريب على النادي الاهلي. يمكن انا كمان عايز احييه على قرار هو متاخر شويه بس ما كانش في فرصه بقى حييته عندي على الصفحه عايز احييه هنا قرار استبعاد احمد حمدي من السفر للمعسكر لمجرد ان حس بسنه عدم انضباط علشان يقوم لعيب عنده 18 19 سنه فكان قرار رائع من باتريس كارتيرون زي ما بيقولوا كده ايه مشي في خط النادي الاهلي بدري انا شايف ان المباراه اللي جايه عنق زجاجه وان شاء الله مستر كارتيرون يمكن حضر قوي كمان واتفرج على ماتشات هو وكابتن محمد يوسف بدا كمان يدرس نقاط القوه والضعف من المباراه الاولى كمان من قبلها وبدا يشتغل عليها. انا شايف ان المباراه الجايه ان شاء الله هتكون هي الخروج من عنق الزجاجه الافريقي لان انا شايفها مباراه الصعود ان شاء الله. طيب انتوا في وسطكم الاعلاميه مختلفين. احمد اسامه نشط جدا على اليوتيوب بقذائف اسامه. قذائف اسامه فعلا. وشريف نشط جدا على الفيسبوك وصفحته مش كده؟ تخاريف شريف وقيشه معاك في اليوتيوب. تخطيف. يعني تخطيف شريف تخطيف. يعني كل واحد لونه المختلف. بالظبط. قولوا لي مين انشط على شبكات التواصل؟ السوشيال ميديا الاهلي ولا اي نادي اخر؟ الحقيقه ان السوشيال ميديا الاهلاوي بيعكس او واخد انطباع عكس اللي موجود في الاعلام حاليا، الاعلام حاليا بنسبه كبيره جدا بقى مسيطر عليه كوادر زملكاويه للاسف ولكن ده بيتم تعويضه من خلال السوشيال ميديا، فبالتالي بدا يكون لنا شعبيه وسط الشباب النادي الاهلي لاننا بنحاول نحافظ على قيم ومبادئ النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي وتراث النادي الاهلي اللي فيه كتير جدا طبعا بيحاولوا يزيفوه عن طريق ادعاءات كذب وبعيده تماما عن الواقع. فانا تحديدا ويمكن كيشو معايا خدنا السكه دي اللي هي كانت في فتره غياب برنامج ملك وكتابه اللي افتقدناها فقلنا ناخد نكمل الدور. يعني الفكره بتاعتنا مستوحاه من ملك وكتابه وبالفعل بدانا نرد بالاسانيد وبالادله وبالفيديوهات وكل حاجه عندنا كلام موثق ما فيش خالص بالنسبه لي انا كلام مرسل. يعني انا بالنسبه لي ما بقولش كلام مرسل ولو مش واثق في معلومه انا ما بعرضهاش عندي لا على اليوتيوب ولا على السوشيال ميديا عشان افضل مصداقيه النادي الاهلي لان انا بمثل النادي الاهلي في السوشيال ميديا فلازم اقوم من ذاتي واكون داخل الاطار اللي بيخدم مصلحه النادي الاهلي ومبادئ وتاريخ النادي الاهلي. كيشو اسامه بيتكلم على الالتزام بمبادئ ونظام النادي الاهلي. السوشيال ميديا الافق المفتوح كل حد بيكتب اللي هو عايزه الى اي حد شايف عامه في التزام بهذا النظام. دايما احنا دايما بنقول يعني كن حذرا عند محاربه الوحوش حتى لا تتحول وحشا مثلهم. حضرتك انا ده شغال انت الوحش الهادي قوي. حضرتك انا شغال بقالي فتره على الشغل اللي هو احنا نشوف اللي هو دايما في كليشيه كده بيطلقوا علينا ان هو الاهلي بيكسب الحكام. فانا بدات نرد طبعا كويس ان انتوا بتستهدفوا الحاجات اللي بيتروج لها اللي هو الاعلام الاخر بيروج لها فاحنا بدانا اللي هو لا والله يا جماعه تعالى نشوف بقى نعمل كشف حساب كده للاداء التحكيمي بيعمل ايه معانا يعني فحتى يعني دي الفكره بقول لحضرتك يعني اللي هو انا بعمل مراجعه للتحكيم في نقط طبعا بشوف الاعلام الزملكاوي بيقول ايه عننا اللي هو مثلا في عنده نقط مثلا التحكيم مثلا هنا في بلانتي ما اتحسبش وكلام من ده باخده ووثقه عندي وفي حاجات اصلا هم ما يعرفوهاش بوثقها برضه ليهم في اللي هم ما يعرفوش اساسا بوثقوا عندي بحيث احنا لما نطلع ما نقولش حاجه بقى دي المبادئ الاهلي فعلا ده انا في رايي اللي هو مبادئ الاهلي هو مش بيلوث غيره او مش بيحاول يدلس عليه لا ده احنا بنديله حقه وبناخد حقنا وفي الاخر بنطلع احنا المظلومين يعني انا بس يعني لو يسمح الوقت بعد كده ان احنا هنشوف اللي هو ازاي الزمالك او الاهلي في الدوري 2014 2015 اتظلم في 17 بلانتي ما اتحسبلوش
فده منتهى الظلم. محدش حاسس بيهم. ومحدش حاسس بيهم لان احنا مش بنتكلم كتير عن موضوع التحكيم. حضرتك كنت موجودين طبعا ما كانش في اي تواجد اعلامي. كنا بنعوض ده شويه على السوشيال ميديا بحيث ان هو بس برضه مهما كان مش زي تاثير اللي هو بيطلع كل يوم على التلفزيون ويطلع يقول الاهلي بيتظلم الاهلي بيتجامل والاهلي بيتجامل والزمالك بيتظلم. فهو ده اللي احنا بنحاول نعوضه شويه على السوشيال ميديا يعني. طيب تخطيف شريف انت ليك لون لكن خلينا اسجل برضه ملاحظات اللغه. يعني انا حاطط في اعتباري وعارف لغه الاعلام البديل او لغه السوشيال ميديا لغه ابسط واخف كتير جدا من لغه الصحافه المكتوبه او حتى الاعلام المقروء او المذاع او المرئي. لكن اللغه كتير جدا لما بيبقى فيها عنف فيها تجاوزات فيها خروج حتى على الاداب العامه. ايه الظاهره دي؟ لا هو لكل مقام مقال يا استاذ ابراهيم. في مواضيع بتحتاج سرد هادي وزي ما حضرتك بتقول الكلمات او الجمل الهاديه. لكن في الفترة الأخيرة لا ما ينفعش هدوء. حتى في التناول بتاعي لما بحاول أقول إهدى ريلاكس نقك ما ينفعش. يمكن إحنا بنعيش أو معاصرين أسوأ فترة بتمر على النادي الأهلي. أسوأ فترة حروب من كل اتجاه. فما ينفعش حضرتك إن أنا حد بيشكك ممكن يشكك في مبادئي يشكك تشكيك في زمام في رموزي وأنا حضرتك أطلع أقول له عيب اللي أنت. لكنه لا. الإعلام عامة له لغته والأهلي له تقاليده وهي هنا هي دي حدود المسؤول. وده اللي انا اتمنى ان انتوا من خلال شباب اهلاوي جدا وعنده هذا الحماس للاهلي نكون حريصين على رساله النادي. الاهلي طول عمره بيقود لا ينقاد. هو اللي بيأثر مش يتأثر. عنده مسؤوليه مجتمعيه لانه انا لما يكون ورايا هذا الحشد الكبير من الجماهير والمحبين طب انا لو ما أثرتش بالسلوك الكويس في الناس دي مين اللي هيعمل ده؟ اذا كنت انا صاحب الرساله وصاحب المهمه وصاحب التاثير اؤثر ولا اتاثر. وحضرتك شايف يا استاذ ابراهيم ان ما حدث الفتره اللي فاتت عشان يعني انت تقدر معاه هدوء ازاي يا استاذ ابراهيم؟ مش هدوء انا بتكلم على لغه الحوار. لا ما احنا لما حضرتك بنتكلم انا هكلم حضرتك برضو في يمكن مصطلح انا كاتبه دايما للاعلام اللي متناول الاهلي دايما سلبا وبكلم حضرتك بصراحه لما اقول شخلل علشان تعدي ما تقوليش حضرتك لا هو بقى خلاص اسلوبه بقى نمط شغال دلوقتي سيء للاهلي بس بتمن. واكلم حضرتك بصراحه وبمنتهى الصراحه كان دلوقتي انا الاعلام 100% ضد يعني 100% ضد يعني الاعلام. عايز تقول حضرتك عايز تقول لي ان السوشيال ميديا انعكاس للاعلام العام في ظلمه للاهلي من وجهه نظركم ما هو ولازم يتقال مليون شبويه يا استاذ ابراهيم. احنا انا بقول لحضرتك الفتره اللي فاتت لا ما فيش حاجه عدت من النادي الاهلي الا لما تم تهميشها والاساءه ليها. فلما لازم ما ينفعش انت ترد مش في كل الاحوال ان انا ارد بهدوء وبكلمات هاديه. لازم انا بقول لحضرتك احنا في حرب ومش في كل الحروب ما بستخدمش اسلحتي كلها. لازم في الفتره دي استخدام كل الاسلحه المتاحه. طيب انا هنا دي رساله لكل الزملاء الاعلاميين خدوا بالكم في صدى للي انتوا بتقدموه كاعلام. الصدى المقابل جاي من السوشيال ميديا. على قد ما انت بتقدر تأدي على قد ما هتلاقي الفيدباك او رد الفعل جاي من خلال السوشيال ميديا عامل ازاي. مزيد من الاتزان مزيد من الموضوعيه مزيد من المهنيه في رسالتكم هيقابلها بالتاكيد مزيد من التقدير ومزيد من الاحترام ومزيد من التفاعل مع سطح اعلامي اخر يمثل غول مستجد في الساحه الاعلاميه. عشان نشوف الشباب الثلاثه اسهاماتهم على السوشيال ميديا ايه في النادي الاهلي هنشوف بعض النماذج وهنناقش الضيوف الثلاثه فيما يقدمونه. والبدايه مع فيديو لقذائف اسامه نشوف احمد اسامه كيف عالج احد ظواهر النادي الاهلي ونرجع نناقشه ونناقش قيشو وشريف جمعه في قذائف اسامه. السلام عليكم اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قذائف اسامه. موضوع حلقه النهارده قبل ما تبقى ضربه جزاء حسن شحاته اسطوره زملكاويه. بعد الاخطاء الفادحه اللي وقع فيها الحكم محمد فاروق في نهائي كاس مصر 2018 واللي كانت سبب رئيسي في اهداء نادي الزمالك للبطوله طلع الاعلام الزملكاوي يحاول يستعرض اخطاء تحكيميه حصلت لصالح النادي الاهلي عشان بالبلدي كده يقولوا ايه زي ما انتم بتستفيدوا من التحكيم احنا كمان استفدنا من التحكيم. وطبعا على راس الاعلام الزملكاوي والكابتن خالد الاندور اللي دايما بيقول ان هو مع الحق وضد الظلم لكن لما كان الظلم لصالح نادي الزمالك
كام درجه. انا عايز اقوله للزملكاويه، افرحوا افرحوا افرحوا. ناس كتيره زعلانه، ايه المشكله؟ ناس محللين زعلانين، ايه المشكله؟ افرحوا، لازم تفرحوا، لان انتوا تعبتوا كتير الفتره اللي فاتت وزعلتوا على فرقه الزمالك كتير جدا الفتره اللي فاتت. النهارده اول نهائي في تاريخ نادي الزمالك يلعب فيه ضربات جزاء وكسب. وعايز اقول كمان ان نادي الزمالك النهارده بيتاهل للكونفدراليه رسميا، ودي مش من مقامه من وجهه نظري. نادي الزمالك نادي كبير في افريقيا. كابتن خالد غندور بيطالب الزملكاويه انهم يفرحوا، افرحوا يا جماعه. طب يا كابتن خالد، جون كاسونكو من فاول واضح جدا لصالح مدافع سموحه، افرحوا يا كابتن خالد. طارق حامد يستحق الطرد وبوضوح وكانت قدام عين الحكم، افرحوا. طب يا كابتن خالد، محمود عبد العزيز كان يستحق الطرد برضه، افرحوا. طب يا كابتن خالد، الحلال، افرحوا. الحرام، افرحوا. اوكي حاضر، يخرب بيتك كل يوم افرحوا. هل كابتن خالد اكتفى بان الزملكاويه بس يفرحوا؟ لا طبعا، ده هو مع فريق اعداده قاعد ينبش في الماضي على اي خطا تحكيمي كارثي كان استفاد منه النادي الاهلي، وبالفعل قدر يوصل لخطا تحكيمي موسم 80 81. تعالوا نشوف. طب انا عايزك تشوف بس كره حسن شحاته دي، حكم ايطالي، انا هوريها لك. الكره دي لو الزمالك كسب كان خد الدوري، حكم ايطالي حسب الكره من بره، انا عايزك تشوفها كده. بص الكره اهي اهي اهي، بص دي الحكم حسبها من بره الكره. قول لي بقى، قول لي بقى، هتجنن. ادي الحكم راح اهو هيعمل ايه؟ ايه وابراهيم ابراهيم يوسف هيتجنن اهو اهو، راح الراجل حسبها من بره. ايه الحقيقه؟ ضربه الجزاء، ضربه جزاء صحيحه. ايه الحقيقه؟ ان نادي الزمالك فعلا لو كان فاز بهذه المباراه كان هو بطل الدوري موسم 80 81. والحقيقه ان فعلا الحكم ايطالي، وكل كلام كابتن خالد غندور عن المشهد اللي فات ده صح 100%، وانا الحقيقه مش هقدر ارد عليه لوحدي، عشان كده استعين بكابتن خالد غندور نفسه. طويله محمد عامر ناحيه الشمال بيمشي بيمشي لا هو في كوره تانيه، اعدوها لي تاني يا جماعه. دي ما تجننش بقى، دي ما تجننش بقى، دي ما تجننش بقى. بيمشي بدون اداء قضيه حوالي 10. دي يا كابتن خالد نفس المباراه اللي انت جبت منها ضربه جزاء حسن شحاته بنفس الحكم الايطالي في نفس الموسم 88، يمكن كمان ضربه جزاء النادي الاهلي في نفس مكان ضربه جزاء حسن شحاته. الفرق بس ان ضربه جزاء النادي الاهلي كانت في اول 10 دقائق من المباراه، ولو كان النادي الاهلي سجل كان اكيد هيركب المباراه. على فكره مش دي بس ضربه الجزاء، وبالمناسبه محتاجه تعيدها مره واثنين وثلاثه وتتاكد ان مدافع نادي الزمالك بيدافع وجسمه كامل داخل منطقه الجزاء، وحتى لو العرقله كانت على خط منطقه الجزاء فالخط ضمن منطقه الجزاء. عايزك تراجع ضربه الجزاء كويس، وانت بنفسك اللي حكمت بمبدأك ان ما ينفعش نبص لخطأ ونسيب بقيه المباراه. بالمناسبه في كمان كوره فيها شك بضربه جزاء في نفس المباراه للنادي الاهلي كانت قبل ضربه الجزاء دي بدقيقتين بالظبط، مدافع نادي الزمالك في تهور واضح بيدخل بيلعب الكوره بمهاجم النادي الاهلي، والحكم برضه تغاضى عنها ولم يحتسبها. يعني مبدأك في ضربتين جزاء للنادي الاهلي قصاد ضربه جزاء حسن شحاته. يعني يا كابتن خالد المفروض الاخطاء التحكيميه في المباراه دي كانت ضد النادي الاهلي. طبعا مضمون الفيديو مسؤوليه احمد اسامه، هيروح الاسم يروح هو لوحده. لكن الحقيقه عايز احييه على الموضوعيه، لانه ربنا خلق الانسان بعينين اتنين مش بعين واحده. عايز احييه على الموضوعيه في جزئيه ان انا لما اقول ضربة الجزاء بتاعت الكابتن حسن شحاتة كانت ضربة جزاء واضحة، وأنا شخصيا ما أعرفش ليه الحكم الإيطالي حسبها بره المنطقة، ما تحسبش بره خالص لأن هي جوه بمسافة كبيرة. بس كمان موضوعية أحمد أسامة اللي لازم يحيى عليها،
انه هو بيعترف بده، بيفكر الكابتن خالد الغندور انه في نفس المباراه في نفس المكان، حاجه غريبه جدا كما لو كان الحته دي فيها عفريت، نفس المكان الكابتن محمد عامر يتعرض للاعاقه الواضحه جدا وضربه جزاء للاهلي. تبقى ديت الموضوعيه اسامه انه نفس الحكم ما احتسبش الحدثين. اكيد، بس انا حابب بس ابدا الكلام بتقدير الكابتن خالد الغندور. صحيح، استضافني قبل كده وكان له دور في ظهوري على الساحه الاعلاميه في السوشيال ميديا، وعايز اوضح له ان انا بنتقد فقط التصريحات او الافكار مش الشخص. الشخص هو مني هو التقدير والاحترام. هو ده الحقيقه معيارنا في ملك وكتاب. اكيد ان احنا باستمرار قيشه مختلفين مع اللي بيتقال مش مين اللي قال. بالظبط، انت ممكن النهارده يا شريف تقول حاجه كويسه اقول لك برافو شابوه، لكن في نفس الشخص تاني يوم هيقول حاجه غلط هنقول له لا غلط. لا في الاولانيه انت بتجامله ولا في الثانيه انت بتظلمه. بالظبط، فعايز احيي الموضوعيه ديت. قيشو رايك في فيديو اسامه ايه ولا عايز هو يقول؟ انا عايز بس اقول نقطه بس بمناسبه مبدا كابتن خالد، لان كابتن خالد كان بيعقب على ضربه جزاء عبد الله جمعه قدام الداخليه للحكم محمد معروف، يمكن دي ما اتذاعتش في الفيديو، الحكم محمد معروف احتسبها من بره منطقه الجزاء، شبيه ضرب الجزاء ابو تريكه في حرس الحدود اللي كابتن خالد تقريبا كل وقت يفكر جمهور الزمالك جمهور الاهلي بيها او جمهور الزمالك بيها والحكم محمد فاروق. نفس الحركه دي حصلت او ضربه الجزاء دي مع عبد الله. كابتن خالد كان مبداه ايه؟ زي ما في ضربه جزاء ما اتحسبتش او ضربه جزاء عبد الله جمعه مش صحيحه، في ضربه جزاء لكاسونجو في مباراه الزمالك والداخليه كان لازم الحكم يحتسبها. فانا هنا خدت نفس مبدا كابتن خالد وطبقته على مباراه الاهلي والزمالك موسم 80 81، وبقول له يا كابتن خالد زي ما دي ضربه جزاء لحسن شحاته لم تحتسب، في ضربه جزاء لمحمد عامر لم تحتسب، اذا كان قرار التحكيم علي وعليك. وبالمناسبه الحكم الايطالي ده كان متعين من قبل فتحي نصير اللي هو زملكاوي، وكان وقتها نائب رئيس الاتحاد حسن عامر رئيس الزمالك الاسبق، فما فيش اي شبهه في تعيين حكم ايطالي للمباراه دي. لو في اي شبهه اكيد مش نادي الاهلي مش الزمالكاوي هيجيبوا حكم يجامل، ومش بالضروره ان طلعنا اهلاويه الاهلي. لا لا، هو الفرنسيين بس الاهلاويين على راي كابتن محمد صبري. ولكن انا ليه كابتن خالد، انا مش عايز بس القي الاسبوت على كابتن خالد، اخليها في الاعلام بشكل عام. بالزبط. ليه وصلنا للنقطه ان انا ممكن اشوف دي وما اشوفش دي؟ انا متاكد ان كابتن خالد لم يبحث في الامر ولم يرى. خد بالك خالد المنظور للامانه، يعني لو كان شاف الثانيه كان هيعلق. انا عشان كده بقول ليه بقى، لان في حاجه في الاعلام وصلنا ليها، فكره الانحياز والانحياز التعصبي. الانحياز الاخلاقي ان انا ممكن اشوف حاجه الخطا لصالح المنافس اقوله، لكن وصلنا في الفتره الاخيره بقى الانحياز كله انحياز تعصبي، وحاجه في اسمها انا بما اني درست صحه نفسيه شويه، حاجه اسمها الانحياز التاكيدي او الانحياز الذاتي، اللي هو ايه؟ اللي انا ببدا ابحث عن معلومات واستسقي معلومات من خلال اعتقاداتي انا، انا معتقد ايه؟ انا افكاري ايه؟ فببدا ابحث في السكه دي. فانا كزملكاوي، انا بتكلم على الطرف الاخر، كزملكاوي شايف ان الاهلي دايما بيكسب بالتحكيم، فببدا ابحث فين؟ في الاخطاء التحكيميه اللي بتصب في او بتخدم وجهه نظري انا ومعتقداتي انا، فبالتالي غصب عني ما بشوفش الخطا التحكيمي اللي واقع لصالحي او ضد المنافس. وهنا دي اكبر مشكله في الاعلام بنمر بها حاليا، وهي فكره الانحياز التعصبي، وده السبب الرئيسي للي احنا موجودين فيه، ان دايما بشوف بين واحده ازدواجيه معايير. انا مش بقول ان هو شافه ما عرفش، لا انا بقول هو اصلا ما بحس عنها. لا خد بالك يا استاذ كمان، انت بتتكلم في 80 81، يعني خالد المندور في الفتره هو مؤكد دي ما عاش الفتره دي، كان اصغر بكتير من متفرق، لكنه اللي اتيح ليه انه يشوف بنالتي كابتن حسن شحاته. ما هو انا بتكلم فيه بقى، فكره انت بتبحث عن ايه؟ زي بالظبط دوري حسن شحاته برضو بحثنا الجول عايش من سنه 82، ودايما يقول لك فاكرين جول حسن شحاته الملغي 82؟ طب يا جماعه في دوري 81 82 في كوارث تحكيميه، ومش بس تحكيميه، ده على مستوى على في جول الكابتن ربيع ياسين في الزمالك ده 84، وبالمناسبه الجول ده لو كان اتحسب الدوري ده خلص بفرق بنتين. بالظبط اتحسب، وبالمناسبه برضو اللي لم يحتسبه الحكم محمود عثمان، اللي الزملكاويه بيتهمونا ان الكابتن محمود عثمان عشان ادانا وقت اضافي في ماتش المصري عايز فهو عايز يجملنا. عايز اقول لك ان الكابتن ربيع وهو قاعد هنا مره بساله قال لي محمود عثمان الله يرحمه كل ما اساله انت لغيت الجون ده يقول له بس يا ولا اسكت بخف الدم يعني ما جاوبش اصلا، هو ازاي يلغي جون زي ده بالذات زي برضو جون لكن طيب خلينا نروح مع قيشو للالحاح الاعلامي. لما بيحصل إلحاح على حاجة معينة بتثبت عند الناس، الإلحاح الإعلامي تاريخيا بجون الكابتن حسن شحاتة في الأهلي خلاها حقيقة وأغفل تفاصيل الموسم اللي أحمد أسامة بيتكلم عليها، وأعتقد كان الزمالك خد مباراة المنصورة بالظبط بدون وجه حق،
واكثر من واقعه حصلت في نفس الموسم ما حدش يتكلم عليها. الالحاح الاعلامي، هل لو كان السوشيال ميديا موجوده في هذا الوقت كانت الامور اختلفت؟ دي حقيقه. ليه بقول كده؟ لان احنا دلوقتي كنا لغايه مثلا سنتين ثلاثه فاتوا كان دايما حته اللي هو الاهلي، اسطوره الاهلي بيكسب الحكام دي، كان هي دي حقيقه ثابته حتى عند في ناس اهلاويه مصدقينها. في ناس من كتر ترضى يعني تردد الكليشيه ده بقى خلاص بقى حقيقه ثابته بالنسبه له، فما يقدرش هو ايه يناقش صاحبه الزملكاوي فيه، او حتى بيشوف مثلا هو ايه الزمالك بيتظلم بس الاهلي بيكسب اكثر بالتحكيم يعني. فالفكره بقى ان هو بيجي من وقت ما بدانا حوار التوثيق اللي ما كانش موجود زمان، وده ما كانش متاح زمان. دلوقتي بنبدا نوثق واحده واحده ايه اللي حصل بين ماتش الزمالك وماتش الاهلي، ايه اللي حصل هنا، مين استفاد ومين اتظلم. فبداوا يتكلم في حته اللي هو ده الاوقات الحساسه، ان هو لما يكون الاهلي بيتظلم بيجي يتظلم في اخر الموسم كده عشان احنا بقى نظبط الاحصائيات، اللي هو الاهلي مثلا يجي بقى احنا نراجع فتلاقي الاهلي مثلا ايه اتظلم اكتر من الزمالك ليه باخر الموسم، ولما يكون هو حاجه ضد الزمالك يقول ده هو دلوقتي الحساس بقى اللي هو بتاع المقصه والكلام من ده. فهو دايما هم بيحاولوا بتاع رضا البلتاجي ده بيتكلم ان هو يعني حته ان هو دايما يحاول يغير الحقيقه بتاعته بحيث ان هو ياكد لجمهوره ان هو لا ده احنا بنظلم يا جماعه. ما هو مش عايز، لان هو دي هو ثبت الحاجه دي من زمان، فبدا دلوقتي السوشيال ميديا بتثبت الحقيقه، لان هو كل حاجه موثقه بالفيديو. زمان كان مجرد كلمه بتقال وكل بيصدق، لان هو ما حدش مش هتقدر مثلا لما واحد صاحبك يقول لك واحنا قاعدين مثلا في الشارع بنتكلم ولا ماشيين بنتكلم، لما هو يقول لك كده مش هتروح تجيب الفيديو زمان يعني. بس دلوقتي لما ظهرنا السوشيال ميديا بقينا نوثق كل حاجه، فدلوقتي هقول له لما اروح البيت هبعت لك الفيديوهات تثبت اللي هو الاهلي بيتظلم هو كمان. فخلاص بقينا بدات حته اللي هو نحارب الحته دي. وفكره التوثيق يعني مثلا احنا كنت بكلم مع احمد قبل ما نيجي يعني، ان هو مثلا في الاهلي مثلا خسر بطوله افريقيا كلها اللي هي قدام كودوكو اللي هي سنه 81 بهدف اوف سايد. الهدف ده مش موجود تماما في الفيديو. 83 بهدف اوف سايد، الهدف مش موجود تماما. طب ازاي يا جماعه احنا مش موجود كاعلام اهلي مثلا من زمان مش موثقش حاجه زي كده ليه؟ يعني احنا بنشوف اللي هو في نفس الموسم بقى الموسم الكروي المحلي يعني هو موسم حسن شحاته موثقين هم اعلام الزمالك هو الشاطر في الحته دي. فعشان كده هو بيغذي بقى دايما هو حته ايه اللي هو يعني بالنسبه لهتلر يعني هو وزير الاعلام بتاعه اكذب 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 حتى صدقك الناس واكذب اكثر حتى صدق نفسك، اللي هو بدا هم صدقوا اللي هم اللي طلعوا الكذبه صدقوا اللي هم بيتظلموا. طيب شريف، الرد بالشكل الموثق ده مقنع؟ لا ده هو ده الشيء المقنع الوحيد. خاصة يا أستاذ إبراهيم مع بحور الأوهام اللي أنا مش عايز اللي بتطرق اللي بيتروج لها واللي بدأ فعلا إقناع الكل بيها. ده مش الأهلي بيكسب بالحكام بس ولجنة والاتحاد الافريقي اهلاوي والاهلي مش نادي القرن والزمالك نادي القرن الحقيقي وشطه ادى الاهلي شطه اللي هو عضو لجنه فنيه وما كانش لسه موجود ساعه المعايير لما اتحطت ادى الاهلي لقب القرن في عيد ميلاده ومصطفى مراد فهمي وعمرو اللي مسك بعد مصطفى فهمي هو اللي ادى ده كل دي وان بطولات الاهلي بلعيبه الاسماعيلي وان الاهلي بيقرصن والاهلي بيفرغ الانديه. انا جاي لك في موضوع الاسماعيلي لان انت عملت ما انا بقول لحضرتك اوهام. فالرد بالطريقه اللي رد بيها احمد او كيشو او السوشيال ميديا او زي ما بنرد هو بنتكلم بقى بالعقل وبالمنطق وبالارقام، فكان لازم ان انت ترد. يمكن لغايه ما بدانا الرد يا استاذ ابراهيم لا ده في ناس خلاص بدات تصدق فعلا. ده انا هودي لحضرتك مثال سريع جدا باكبر اكذوبه كانت في القرن اللي هي بطولات الاهلي بوكاله الاهرام. فلما رجعنا حضرتك ودي يمكن انا مش عارف المعلومه دي عند حضرتك ولا لا، رجعنا ل 2011 اعلى عقد رعايه في تاريخ الزمالك كان من الاهرام وكاله الاهرام ب 25 مليون جنيه رعايه فقط في السنه. النهارده من 2011 واحنا في 2018 عقد رعايه الزمالك، عقد رعايه الزمالك العقد الاخير اللي انتهى دوت يا استاذ ابراهيم رعايه وبس ب 21.5 مليون جنيه الرعايه مشيت الاهرام الوحشه اللي بتدي الاهلي كل حاجه وظلمة الزمالك. تخيل انت حضرتك ما عنديش انا رقم بتاع 2011 فما اقدرش اكد المعلومه او انفي. لا مؤكد مؤكد لا مؤكد سنه في السنه وكان مع المستشار جلال ابراهيم الكابتن لما كان كابتن حسن شحاته. لا وهم رفضوه حضرتك. انا هقول لحضرتك نكته، راحوا اخذوا 5 مليون اترفض واتقال لا ما ينفعش الاهلي ياخد 50 واحنا ناخد 25 لا زينا زي الاهلي. فاترفض فجه راعي
هو احمد خلاص لا ثواني لا لازم اقول طبيعة له الرقم الراعي. بقى لما مشيت الاغرام طب بلاش طبيعه الراعي قول الرقم بس. لا مش هقول اسم الراعي مشي الاغرام عشان ما نبقاش بنعمل اعلان مشي وكاله الاغرام الوحشه اللي بتدي 25 مليون جنيه في السنه جه راعي اخر ادى الزمالك لتيشيرت اعلان مليون جنيه في السنه ال 25 وحشه فمشيناه علشان هو جاي علينا فجبنا مليون جنيه في السنه عايز تقول انه تم الترويج ان اللي يكسب علشان وكاله الاغرام راعيه ليه بينما الوكاله ادت الزمالك اعلى بكتير جدا من اللي اخده بعد كده يعني خلينا بقول لحضرتك في 10 سنين والاهلي عقد رعايته بعد وكاله الاهرام بقى اضعاف الاضعاف اللي كانت عليه ورغم ان الاهرام دخلت وعايز اقول لحضرتك حاجه برضو كان الربط بين الاسطوره الكبير كابتن حسن حمدي اللي بوجه له التحيه من هنا كان الربط بينه وبين وجوده في وكاله الاهرام وكاله الاهرام الرعايه اللي فاتت اللي خدتها شركة صلة خدتها ب 231.5 مليون، الأهرام كان عرضها 228 مليون وما كانش حسن حمدي موجود والرعاية الأخيرة برضه الأهرام موجود، فأنا بقول لحضرتك من ضمن بحور الأكاذيب اللي كانت واللي ردنا عليها زي ما قلت لحضرتك مشيت الأهرام الوحشة اللي ظلمانة اللي كانت عايزة تدينا 25 مليون ما لقيناش راعي فجبنا راعي يدينا مليون جنيه واحد. طيب قيشو اتفضل يا احمد انا بس عايز اعقب على نقطه وكاله الاهرام دي لان صفحات الزمالك بتنشر وثيقه كده من 2000 ل 2011 حجم الهدايا اللي طلعت من مؤسسه الاهرام وللاسف بيتم البعد عن رئيس مجلس الاداره ويتناول له اسم الكابتن حسن حمدي اللي هو كان رئيس وكاله ليه ملاحقه الاهلي في كل شيء بس في الفتره دي لو جينا لاحظنا اول 4 سنين كانت اعلى نسبه هدايا من 2000 ل 2004 لو جينا شفنا بقى انعكاس ده على الكره المصريه في الوقت ده هنلاقي ان دول افضل 4 سنين تقريبا في تاريخ نادي الزمالك ووقتها النادي الاهلي خسر 4 دوري واحد لصالح الاسماعيلي وثلاثه لصالح الزمالك بس ملهاش علاقه قيشو اللي هو لهم هم بقى قيشو ليك اسهاماتك الفعاله على السوشيال ميديا وانت واخد نفس خط احمد اسامه برضو في الرد الموثق بالفيديو هنشوف احمد قيشو في هذا الفيديو ازاي بيرد على ادعاءات اخرى ضد الاهلي قيشو بحييك على الموقف في الفيديو ده برضو وواضح ان التحكيم له الشغل شاغل عندكم اهتمام لان دي شايف ان هو اكبر حاجه بتتهم بيها الاهلي دايما وفي فكره ان هو مثلا الاهلي بصراحه احنا عندنا مشكله كاهلاويه ان احنا لما يكون مثلا الاهلي خسر ماتش او اتعادل ماتش فخسر وفي ظلم تحكيمي احنا كاهلاويه مثلا لما اجي احب اقول يا جماعه طب في مثلا في بلانتي ما حسبش في هدف اوفسايد هنا الاهلاوي احنا لان احنا الوعي الجامعي عندنا بنحب نركز على فريقنا بس واللي هو نشوف مثلا اخطاء مثلا المدير الفني واللعيب عمل ايه غلط ومفروض تعمله صح بنتجاهل بقى شويه فبنيجي على فريقنا وفي حاجتين دايما الناس ما بتاخدش بالهم منها في مثلا اللي هو ايه يعني اديني حقي وسيبني انا مالكش دعوه انا هعمل بايه يعني مثلا في الموسم اللي دايما بستشهد بيه اللي هو موسم 2014 2015 الاهلي مثلا زي ما بقول لحضرتك ما اتحسبلوش 14 17 بلانتي ف 17 بلانتي دول حرموا الاهلي من 16 نقطه يعني لو كانت حسبوا وتسجلوا الموسم ده كان كارثي بالنسبه لحلقاتنا لما رجعنا كان بدايه حلقاتنا مراجعه هذا الموسم لانه الحقيقه كارثي ما هو يعني زي حضرتك في 16 نقطه يعني انت لو اخدتها خلاص اخدت الدوري وفي نفس الوقت الزمالك ما اتحسبش ضده 12 ضربه جزاء فكل الحاجات دي انت ما ينفعش تتكلم الاهلي كان وقتها قليل فنيا احنا مش هننكر والزمالك كان افضل ان هو كان طبعا يعني كان معاه الفريق المصري كله يعني عمل فريق يعني قبل جابت منتصر صفقه هنا يعني عشان يكسب الدوري ده والكاس فالفكره ماشي هو الزمالك كان اقوى مننا في الموسم ده فنيا واحنا ضعاف بس مش معنى كده ان انا باخدش حقي ما انا لو اخدت حقي ده وجبت نص ضربات الجزاء دي كنت هاخد دوري ويبقى اخدته مثلا زي ما اخدت الموسم اللي قبليه بفرق نقطه بفرق هدف كنت هاخده برده يعني ده اللي عايزين نقوله هو فكره التحكيم ده عشان احنا دايما بنسكت عن حقنا فيه فبان ان احنا يعني الظلام بان ان احنا بنستفيد عشان احنا بس ما بنتكلمش ما بنوثقش حقنا بس فاللي احنا عايزين ان احنا نوثق يا جماعه ما ينفعش ان احنا نسكت عن حقنا فالحكام تيجي علينا بمجرد هو ايه اللي هو مثلا حكم انسان هو الحكم مش بيتامل علينا ولا حاجه برده هو الحكم انسان مجرد هو مثلا لو هو بيحكم في كوره في شك هو شاك فيها دي بلانتي الاهلي ولا مش بلانتي فهو هيقول لك مش هحسب بلانتي ده ليه لان هو عارف ان هو الجمهور الاهلي هيركز في فرقته عكس مثلا الزمالك لو في كوره فيها شك هيختار بلانتي ليه لان هو قال لك لو ما حسبتهاش هيقطع بره في الاعلام فدي المشكله اللي احنا بنواجهها اللي هو احنا بنسكت على حقنا فبنيجي على فرقتنا اللي انا بطلبه خساره الموسم الجديد ده يعني احنا مش مطالبين الحكام ان هم يصدموا غيرنا او يدونا حق اكتر من حقنا احنا عايزين حقنا بس وفي نفس الوقت ما يظلمش غيرنا يعني احنا بس بنطالب حقنا بس شريف
الحكام كتير منهم متفاعل مع السوشيال ميديا وكتير منهم له حسابات على الفيسبوك تحديدا وعلى تويتر. تعتقد ان وجود عدد من الحكام وتفاعلهم مع السوشيال ميديا بيأثر على صفارتهم؟ لا، هو اللي بيأثر لا مش وجودهم على السوشيال ميديا، المؤثرات الخارجية يا أستاذ إبراهيم، الإساءة، الغلط، الاتهامات، التهديد، الشتيمة اللي على الهواء، الأهل، التلميح، الاتهامات، كل دوت وبدون رادع. أنا فاكر يا أستاذ إبراهيم من حوالي 8 سنين كان كابتن علاء ميهوب هو المدرب العام للنادي الأهلي، فطلع إدى تصريح اللي هو يعني وانتقاد محترم جدا للاعلام، تم ايقاف كابتن علاء ميهوب 3 مباريات. احنا شفنا بعد كده اتهامات في الزمن واتهامات في سلوك الحكام وشتيمه وسب مباشر، الحكم بقى ياخد باله ده. طب انا لو ما حسبتش دي ما اكيد انا هتشتم. هزت الصفاره. طبعا هزت الصفاره جدا. كان مش عايز اقول لحضرتك اوقات بينسى الصفاره، اوقات بينسى ان في صفاره. انا بكلم حضرتك بصراحه، ما انا عارف ان انا اخرج، ما هو طبيعي يا استاذ ابراهيم ان انا حكم لما اتهان او اتهدد او يتوجه لي سباب، مين اللي يحميني؟ رب البيت، رئيس الاتحاد، رئيس لجنه الحكام؟ لا، انا ما بلاقيش كده، بل ان انا بلاقي رئيس الاتحاد ورئيس لجنه الحكام هم كمان بيتوجه لهم سيل من الاتهامات والتهديدات والسب، وبيقول لك لا اسمع، لا ارى، لا اتكلم. ودوت عشان كده الحكم بيبقى نازل لا ليه حسابات تانية، مش الحق والصح والسوشيال ميديا وغضب الجماهير، لا هيتهموني بايه؟ هيتقال لي زي ما احد الحكام اللي تم سبهم واتهامهم طلع قال يا جماعه ارحموني انا ليا اسره، ليا ابناء، ليا زوجه، ليا اهل، لما مجرد ان يتقال له يا مرتشي، سوري، يا كذا يا كذا، الفاظ، حتى الالفاظ اللي بتتقال احنا بنخجل ان احنا نقولها، الحكم بعد كده هيعمل حاجه من الاثنين يا استاذ ابراهيم، لا ينزل زي ما قلت لحضرتك وينسى الصفاره، لا يقول لا يا لو سمحتوا يا جماعه بلاش، ابعدوني ابعدوني، خلونا احافظ على شويه الكرامه اللي باين لي في السنه او السنتين اللي انا هحكمهم. طيب احمد اسامه قيشو بيقول لك احنا بنطالب فقط ان الحكام يدوا الاهلي حقه، مش بالزبط. اكتر من كده بالظبط. هل ده صعب يعني؟ لا طبعا مش صعب، بس في الاجواء الحاليه صعب جدا. شوف لما الاقي مثلا الحكم زي ما قال شريف لازم يكون في حد يحميه، اول حائط صد يحمي الحكم هو رئيس لجنه الحكام. فلما كل شهر بسمع ان رئيس لجنه الحكام انا شلته انا جبت حكم، انا شلته انا جبت حكم، فبالتالي الحكم هياخد الثقه منين؟ واذا كان رئيس لجنه الحكام بيتشال بمكالمه او بتصريح اعلامي او اي شيء من هذا القبيل. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي برضو لازم ناكد عليها فكره حتى لو انا ادائي الفني وحش، مفيش فريق في العالم بيأدي طول السيزون في الطب، اكيد في مباريات بتيجي فيها الاداء سيء شويه، الكره ما عندك شويه، فلازم جمهور النادي الاهلي ياخد باله جدا، لو انا ادائي وحش ده لا يمنع ابدا ان انا اخد حقي تحكيمي. يعني حق التحكيم حاجه وتقييم الفني حاجه تانية. التقييم الفني حاجه بقى بينا مع بعض، ولكن لازم اخد حقي التحكيمي، ولازم يكون في ضوابط اكتر من كده، لان انا واحد من الناس شخصيا الآن من الموسم الجاي شويه من جانب التحكيم. طيب مش بس الاهلي والزمالك، شريف جمعه انت كان ليك حضور جيد مع كابتن اسلام الشاطر، ناقش فيه شريف جمعه مع اسلام الشاطر واحد من الاتهامات الموجه او الاتهامات المعلبه للاهلي، الاهلي بيخطف لعيبه الاسماعيلي. نشوف شريف جمعه مع اسلام الشاطر رد ازاي. شريف الاخ المشاغب ده يعني ظاهره برضه خطف اللعيبه والدفاع عن الاهلي في هذا الاتهام مساله كانت واضحه جدا منك. شايف ان دي قضيه فعلا جديره بالاهتمام؟ دي كارثه يا استاذ ابراهيم. انت بتحول تاريخ النادي الاهلي وانجازاته اللي على مدار 111 سنه اللي اكتر من 134 بطوله، ويا ريتك بتتكلم في حقائق، لا بتتكلم ان الاهلي قرصن واخد لعيبه سردناهم. يمكن حتى كنت سعيد جدا ان السؤال اتسال لي من كابتن اسلام الشاطر وقعد قدامي، فحتى قمت ساله على طول قلت له وانت الاهلي خطفك؟ خاصه انا عايز اخدك من النكت يا استاذ ابراهيم، ان بيتحسب اسلام الشاطر على الاسماعيلي اللي باعه للزمالك، فالاهلي جاب اسلام، المهندس عادلي جاب ساعتها كان هو مدير التعاقدات، جاب اسلام من الزمالك، فمحسوب لا احنا قرصنا وخدناه. محمد بركات ناديين بره والاهلي الايد التالتة، او انت بتجيبه حتى الان. انا عايز اقول لحضرتك يا استاذ ابراهيم من الكوارث برضو اللي بتحصل دلوقتي، يعني مثلا الاسماعيلي وهو حر ان هو يبيع لعيبه. هنرجع لهذه الكوارث شريف لان هي كتيره وهنتكلم فيها باستفاضه، لكن معنا على الهاتف من لا يجب ابدا انتظاره.
استاذنا الاستاذ الدكتور حسن عماد عميد كليه الاعلام السابق واستاذ الاعلام بجامعه القاهره. دكتور حسن مساء الخير. القناة وبالبرنامج وبموضوعيتك ومهنيتك العالية جدا اللي كل الناس بتتعلم منها الحقيقة. ربنا يخليك يا دكتور حسن، أنت أستاذنا وبنشرف بيك دايما في كل مكان. ربنا يخليك. دكتور حسن عماد، الحقيقة ظاهرة السوشيال ميديا يمكن ما لحقناش احنا ندرس الكلام ده على إيديكم، لكن دلوقتي بقت ظاهرة خطيرة ومؤثرة بالذات في الإعلام الرياضي. بحكم طبيعة المتلقي وبحكم حجم الاهتمام والأهمية الرياضة عند الجمهور يا دكتور، حضرتك شايف الظاهرة إزاي كمتغير جديد؟ لا هو هي الحقيقة السوشيال ميديا أصبحت منصات مهمة جدا بتتيح حرية الرأي والتعبير على نطاق غير مسبوق. يعني كان دايما الاعتماد على وسائل الإعلام اللي بنسميها دلوقتي تقليدية، الجرائد والمجلات والإذاعة والتلفزيون، لكن الحقيقة السوشيال ميديا فتحت آفاق جديدة للتعبير عن الأفكار والآراء وتبادلها، بحيث أن يعني كل ما بيزيد عدد الأفكار المطروحة ده بيؤدي إلى أن المجتمع يكون أكثر رقيا وأكثر مهنية بدرجة عالية جدا. لكن المشكله الحقيقه في السوشيال ميديا ان في نسبه كبيره من المعلومات التي يتم تداولها من خلالها تكون معلومات غير محققه او غير مدققه بالقدر الكافي، وبالتالي بيكون هناك معلومات مختلقه او معلومات ناقصه، وهي اللي بيؤدي الى قدر من البلبلة او قدر من البلاح والتلاسن بين بعض الفئات وبعض الافراد. فهي لها مزايا كثيره جدا، انها بتتيح حريات اكبر، المواطن لم يعد متلقي سلبي للرسائل الاعلاميه وانما اصبح مشارك واصبح فاعل واصبح بيقدم المعلومات. المشكله الاساسيه يا استاذ ابراهيم هي دقه هذه المعلومات. بالظبط. يعني نسبه كبيره منها الحقيقه معلومات غير مدققه بالقدر الكافي، كما اعتاد من تعلموا في كليات واقسام الاعلام ومن يمارسوا العمل التعليمي. طيب هنا ضبط الايقاع يجي منين يا دكتور؟ يعني لو اتكلمنا على مستوى التاهيل ولو اتكلمنا على طبيعه الارتقاء بالمرسل نفسه، المساله مفتقده لانه احنا بنتكلم على افق مفتوح، ازاي يمكن علاج ده؟ هو الحقيقه يعني انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بدرجه كبيره جدا بيعطي رسالة ضمنية ان هناك يعني قدر من الهبوط في الاداء الاعلامي التقليدي. يعني ان وسائل التواصل الاجتماعي بتردد ما يحدث في وسائل الاعلام وتثير حولها النقاش وتفسر بعض الامور، لكن الحقيقة اللي بيحدث الان ان وسائل الاعلام هي التي تنقل من وسائل التواصل الاجتماعي، وده الحقيقة امر معكوس. يعني هذا لا يحدث في معظم دول العالم، لكن لان عندنا الاعلام في حاله ارتباك وعشوائيه في الفتره الاخيره، فده بيعطي المجال لهذه الوسائل وهي مطلوبه بالفعل، لكن بيعطي المجال الى قدر كبير من المعلومات غير الدقيقه. مش عايز اقول يعني لفظ اكتر من كده، لكن معلومات غير يعني مدققه بالقدر الكافي. طبعا ده يعني مطلوب ان وسائل التواصل الاجتماعي بتزيد من حريه الراي وحريه التعبير، ولكن يجب التعامل مع الاخبار الوارده منها بقدر من الحذر. يعني مش كل معلومه بنستقيها من وسائل التواصل الاجتماعي تكون معلومه حقيقيه او معلومه دقيقه. انا معلومه لكن بتحقق منها بقى كاعلامي علشان يعني انشرها او لا انشرها. فبقت المسؤوليه على الاعلام التقليدي او الاعلام النظامي هو اللي لازم أن يرتقب نفسه علشان السوشيال ميديا نفسها تنهض هي أخرى. بالضبط يا فندم، هو ده الأمر الطبيعي. يعني لأن الإعلام التقليدي ده يعني هو الطبيعي، هو الطبيعي في المنظومة ولديه خبرات وبيعمل في إطار منظومة وبيعمل في إطار فكر محدد، هو ده الأساس. لكن الأمور عندنا شوية معكوسة في مجتمعنا الحقيقة. صحيح.
دكتور حسن، يمكن استاذنا ولعل استاذ حضرتك الدكتور خليل صباط الله يرحمه، طبعا طبعا، في نشأة وسائل الاتصال الله يرحمه كان عنده تعبير دائم كان بيركز لنا عليه، انه ما فيش وسيله اعلاميه بتظهر بتلغي اللي قبلها، ده بالعكس ده بتتزاوج معاها وبتنميها. الامر مع الاعلام الالكتروني مختلف شويه، يمكن تقريبا الساحه الثانيه بتكاد تتاكل من الاعلام التقليدي. هل التطور التاريخي لوسائل الاعلام وقف عند هذا الحد، ولا الاعلام الطبيعي يمكن ان ينهض ثاني مع الاعلام الالكتروني؟ لا، هو الكلام اللي قاله استاذنا الدكتور خليل طباط يعني لا يزال يصلح لكل زمان ومكان، لانه يعني لم يثبت تاريخيا ان هناك وسيله انمحت تماما قتلت الاخرى او انتهت تماما يعني. يعني حين ظهر الراديو قيل انه سينافس الصحافه والصحافه سوف تختفي. صحيح، الراديو ازدهر والصحافه ازدهرت ايضا. بالضبط نفس الشيء حدث مع التلفزيون، وقالوا انه هيبقى يعني في صوت وصوره وحركه ولون، وبالتالي الراديو هيكون مهدد. لكن الحقيقه ان الوسائل الاقدم بتبحث لها دائما عن اساليب جديده ايوه للتعاطي مع الناس. بالظبط، الصحافه الان اعتقد ان الصحافه الاستقصائيه والصحافه التفسيريه يعني يمكن ان يكون لها قدر من الصدق والتميز لا تستطيع وسائل السوشيال ميديا ان تنفذ. فبالتالي يعني كل وسيله تستطيع ان تتكيف مع الامور الجديده، وكلما استحدث وسيله جديده اضافه للناس، اضافه للفكر، يعني مزيد من تدفق المعلومات والاخبار والاراء، وكل ده بيثري المجتمعات وبيثري الافراد في النهايه. صحيح. دكتور حسن، انا ما اعرفش ان كان ليا الحق ان انا اعلن عن اهلاويتك الشديده ولا لا. لا، انا اهلاوي طبعا يا فندم، واحيي كل الشباب الجميل اللي ما انا عشان كده انا بقول الكلمه دي، علشان حابب ان حضرتك توجه كلمه مهنيه شويه لاحمد اسامه واحمد قيش وشريف جمعه وثلاثه من رؤوس الحربه المؤثرين في السوشيال ميديا. الحقيقه لا، الحقيقه انا بحييهم جدا، بس يعني اذا كانوا يقبلوا مني كلمه طبعا. احنا في النهايه انا وهم مشجعين، احنا كلنا قعدنا في قاعات الدرس قدامك يا دكتور ونعلم قيمتك الحقيقه. ربنا يخليك، يعني احنا يعني لسنا لاعبين ولسنا محللين ولسنا نقاد رياضيين. فانا بتمنى عليهم ان احنا يعني نكرس اكثر للتعاون وتشجيع نادينا ومحبته دون ان نتعرض لاي نادي اخر او لاي فئه اخرى. بالظبط، النادي الاهلي طول عمره كبير وطول عمره يعني اكبر من اي فرد واكبر من اي مجموعه، ودايما بجماهيره وبرموزه الكبيره يعني لم نعتاد منه ان يبقى فيه ردود وتلاسن وقيل وقال. انا بتمنى الحقيقه من الشباب ان هم يركزوا اكتر في تشجيع ناديهم اللي هم مصدر قوته الاساسي هو جماهير النادي الاهلي، ويعني يبتعدوا عن كل ما يثير الفتن او الاحقاد، لان لو احنا هاجمنا نادي ثاني فالنادي الثاني دي جماهير ايضا هتهاجمنا. احنا عايزين يعني نكرس اكثر للتعاون والمحبه والبعد عن التعصب بصفه عامه. ده شيء مهم جدا. جماهيره هيفضل كبير دايما بجماهيره. باذن الله يا دكتور. احمد اسامه حابب يسال حضرتك سؤال. ازي حضرتك؟ لا هو بس ازي حضرتك يا دكتور، وسعداء بمداخله حضرتك وتوجيه النصيحه لينا. بس احنا كنا اهلا بحضرتك يا دكتور. كنا بس حابين نوضح نقطه، احنا مش بنهاجم المنافس. احنا بنتصدى لهجوم المنافس بما يتناسب مع اخلاقيات ومبادئ النادي الاهلي. فبنقول يا جماعه في هنا في خطا، معلومه خطا، حضرتك اشرت لخطا المعلومه من خلال السوشيال ميديا، امتد لخطا المعلومه من خلال الاعلام. فبالتالي احنا كدورنا طالما وجدنا في معلومه مؤكده تثبت كذب المعلومه اللي تم تداولها، احنا بس بنستعرضها. بس ده احنا مش بنهاجم نادي الزمالك، كل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك. انا مع حضرتك في النهايه، ده تنافس كروي فقط لا غير، والروح الرياضيه مطلوبه، والموضوع بس بيبقى ممكن يكون دعابات بس بينا، لكن انا اقرب اصدقاء ليا زملكاويه، يعني الموضوع ما فيهوش مشحنات، ولكن بس توضيح للحقائق، لان ده برضو بيأثر بالسلب على ناس بتنول من تاريخ النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي واتهام النادي الاهلي بالفوز بالبطولات عن طرق غير المثلث اللي بيفوز دايما من خلال النادي الاهلي، وهو الاداره، الجهاز الفني واللاعبين، الجماهير،
احنا فقط لا غير زي ما بنقول احنا مش سهل، احنا درع بنحافظ على النادي الاهلي على السوشيال ميديا. احمد واعتقد ان يعني انتوا عندكم قدر كبير من الوعي ومن الفهم، انا اخشى بس ان الاطراف الاخرى ما يكونش لديها نفس القدر من الوعي ومن الذكاء ومن التفاهم فتسيء التفسير او تسيء الاستخدام. صحيح. فنقع هنا في مشكلات، لكن طبعا انا بتابع من البدايه وعارف انكم بتتكلموا بموضوعيه وبقدر من المهنيه، واحنا يعني انا بستاذن الاستاذ ابراهيم انكم بقى تدخلوا معانا كمان بقى في كليه الاعلام و شرف لينا والله يا فندم، شرف لينا تمارسوا المهنه نفسها يعني. اكيد اكيد ان شاء الله الخطوه المستقبليه ان شاء الله. يا دكتور شريف جمعه حابب يسال حضرتك يا دكتور حسن. اتفضل يا فندم. دكتور تحياتي لحضرتك وسعداء بمداخلتك، لكن كنت عايز اخد من تعقيب حضرتك الجميل واقول لحضرتك ان احنا في الوقت اللي احنا فيه ده اللي الكذبه مش هقول الاشاعه بتسري زي النار في الهشيم، انا علشان اتكلم على منظومه زي النادي الاهلي بتاريخه الكبير، وحضرتك عارف انه احد اكبر واعظم واهم مؤسسات الدولة سواء رياضيا او ثقافيا او حتى تنمية للشباب وتأثيرا على جماهيره، لما الاقي كم من الاكاذيب او كم من الكلام المرسل اللي بدا يتقال ويشوه فيه ويتداول وزي ما حضرتك قلت واشرت النقطه انا بحيي حضرتك عليها فعلا يا دكتور، ان بدا الاعلام ياخد من السوشيال ميديا مش السوشيال ميديا اللي بتاخد من الاعلام، فمجرد الكذبه فنبدا نلاقي مواقع او صحف بتتناولها. هل ردي دوت حضرتك مش دوت نوع من انواع التميز ان انا بظهر حقيقه وبالارقام بعيدا طبعا عن الاثاره او اي شيء، ان انا كذب يمس مؤسسه كبيره زي النادي الاهلي بقيمته وجماهيره اللي بتتخطى ال 60 مليون جنيه ال 60 مليون مشجع، هل علشان انا حضرتك ارد واظهر التاريخ وابعد الشوايب او الاكاذيب ديت، هل دوت مش شيء متميز؟ ده شيء شديد التميز حضرتك، لكن انا يهمني ان الرد على الاكاذيب دائما يكون بالحقائق وبشكل موضوعي دون بقى اي قدر من التهكم او السخريه، هو ده اللي انا بعترض عليه. انما اذا كنت بتكلم بالارقام الحقائق بشكل موضوعي هو ده اللي بيبرز قيمه النادي الاهلي ويبرز يعني قيمه جماهير النادي الاهلي، يعني غيرنا بيتدنى بيقلل من نفسه، لا احنا كجماهير للنادي الاهلي واداره النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي لها قيمه ولها قدر كبير والكل يعلم ذلك. صحيح. انا انتوا بتعملوا كده فعلا، انا كل اللي بتمناه ان احنا نحافظ دايما على يعني ان احنا ما نجعلش حد يجعلنا منزلق مثلما ينزلق الاخرون. ده اللي انا اقصده حضرتك. ونعم النصيحه يا دكتور. اشكرك. شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور حسن عماد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة والعميد السابق لكلية الإعلام. أعتقد مداخلة كانت مهمة جدا أكيد. ووصايا أعتقد ما فيش أغلى منها أكيد، وده اللي لازم فعلا نتعامل معاه حتى من خلال الإعلام المرئي اللي هو فكرة زيادة الوعي والإدراك عند الغالبية من وزيادة الالتزام بتقاليد النادي الأهلي أكيد. لأن أنتوا بتمثلوا النادي الأهلي أكيد. طيب نروح لبتسوانا، معنا الزميل محمد سعيد موفد قناة الأهلي والجديد بالنسبة لما حدث مع الكابتن ميدو جابر اللي بنشاطره التعازي في وفاة والده. محمد أهلا بيك. تحياتي ليك يا أستاذ إبراهيم، تحياتي لضيوفك الكرام لكل مشاهدي قناة الأهلي. إيه اللي حصل؟ يعني عايز أقول لك منذ ساعة تحديدا، يعني بس تأخرت شوية في المكالمة الهاتفية عشان نقدر يعني نجمع معلومات كاملة حول هذا الموضوع. يعني ميدو جابر تلقى اتصال هاتفي حوالي الساعة 10:30 مساء قبل ساعة ونصف من الآن باختاره بوفاة والده مساء اليوم في جمهورية مصر العربية، وبالتالي يعني الأمر كان صعب جدا على ميدو جابر وهو متواجد في غرفته داخل فندق الإقامة، ومجرد طبعا ما علم اللاعبين بهذا الخبر توجه مونيا وعمرو السلية إلى الكابتن محمد يوسف في قاعة المحاضرات، يمكن نزلوا الى اسفل وفي بهو الفندق الى قاعه المحاضرات، كان الجهاز الفني عنده اجتماع متعلق بالاستعداد للمباراه القادمه. دخل مؤمن زكريا وعمرو السليه وطلب من الكابتن يوسف الحديث معه بشكل منفرد، ثم اخبروه بهذا الخبر. على الفور تحرك الكابتن محمد يوسف ومعه الجهاز الفني بالكامل بقياده باتريس كارتيرون الى غرفه ميدو جابر، وفي هذه اللحظه كل اللاعبين كانوا متواجدين في الغرفه لتقديم واجب العزاء الى ميدو جابر في وفاه والده.
على الفور تحرك يعني الاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق مجلس الاداره ورئيس البعثه، والاستاذ سمير عدلي والمهندس سمير عدلي المدير الاداري تحرك خارج فندق الاقامه لامكانيه وبحث امكانيه عوده تاميدو جابر الى القاهره خلال الساعات القليله القادمه لحضور الجنازه وتشييع جثمان والده الى مثواه الاخير. خبر كان طبعا فاجعه يعني لكل الحاضرين ولكل البعثه داخل هنا في بوتسوانا، لكن بالطبع هناك صعوبه كبيره جدا في احضار تذاكر طيران وايجاد اسرع وسيله طيران من بوتسوانا الى القاهره يلحق بها ميدو جابر بعد وفاه والده. يعني حتى الساعات الاولى من الصباح وغدا باذن الله ظهرا هيتضح هذا الامر عشان نشوف في امكانيه لعوده ميدو جابر الى القاهره غضون الساعات القادمه لترتيب وسيله عودته الى القاهره لتلقي العزاء في وفاه والده. لكن حتى هذه اللحظه انا بتكلم معاك استاذ ابراهيم لم يتاكد اذا كان هيغادر ولا لا. نعم؟ لم يتاكد حتى الان اذا كان هيقدر يغادر قبل المباراه ولا لا. لم يتاكد حتى هذه اللحظه يعني الاستاذ يعني كابتن سمير عدلي والاستاذ خالد درندلي فور حدوث هذا الامر وعلمهم بالخبر تحرك وخرج من فندق الاقامه لبحث هذا الامر وامكانيه ايجاد تذكره، وكانت في محاولات مضيه في الساعه دي تحديدا عشان يبقى في فرصه لعوده ميدو جابر للقاهره، لكن للاسف يعني لم يتمكن حجز تذاكر او انهاء هذا الامر نتيجه طبعا بعد المسافه وحجز تذاكر طيران بمده اطول. فبالتالي على صباح الغد باذن الله يتضح هذا الامر، لكن في محاولات من رئيس البعثه والكابتن سمير ان شاء الله يا محمد يعني لمساعده ميدو جابر ان شاء الله يتم مساعدته ويلحق بالجنازه، وارجو ابلاغ تعازينا وتعازي جماهير النادي الاهلي كلها للكابتن ميدو جابر في وفاه والده. بعد مكالمة الدكتور حسن عماد والتأكيد على الروح الرياضية، كان المفروض يكون موجود هنا يرحب بكم النهاردة معايا المهندس عادل القيعي، نفتقده بشدة، بس أجازة المصرف السريعة حالت دون حضوره. أنت عندك مشاغبات دايما عن الصفقات مع المهندس عادلي حبيبي. آه يعني وانا فعلا انا بتمنى حتى مداخله ليه والله العظيم، عايز اسلم عليه واشاغب برضه معاه شويه. طب ينفع الكلام ده ولا ما ينفعش؟ كنت تبقى موجود احسن. يا ابراهيم كنت تبقى موجود احسن يا عم. تحياتي ليك وال اهلا بيك بالمهندس عادل القيعي. اهلا بيك، ارجو ان يكون يعني هو ده يكمل مشوار الحمايه والدفاع عن تاريخ الاهلي والتمسك بثوابته، لان زي ما قلت لك المستقبل الاعلامي بالشكل اللي احنا شايفينه ده بقى مخيف. فبعد ما احييهم كده هبقى اطلب منهم طلب يعني. تحياتي وتحياتهم جميعا احمد اسامه وقيشو وشريف جمعه. تحياتنا لحضرتك يا باشمهندس ومفتقدينك بشده، وكنا نتمنى ان نقول شرف ان احنا نتواجد مع حضرتك بجوار الاستاذ ابراهيم المنيسي. ما هو بقى انتوا البركه فيكم النهارده والجايات اكتر باذن الله. بس انا عايز اقول لكم حاجه يا جماعه. اتفضل. يعني احنا تعمدنا ان يعني يبقى في ثلاثة منكم النهارده، وربما كل واحد له طعم غير الثاني. صحيح. لأن تمام. الحقيقة أنا فرحان جدا بالقدرات الذهنية والدقة والحماس للنادي الأهلي اللي بلمسه فيكم، لكن ساعات بخاف لما بلاقيكم بتختلفوا في الرأي وتنسوا إن المسألة مش محتاجة خلاف على مصالح النادي الأهلي، ومش ضروري كل واحد فينا يتمسك برايه وبس. الكلام ده مش ليكم بقى، انا بتكلم على محب الاهلي بشكل عام على السوشيال ميديا اللي انتوا بتمثلوا يعني جزء من توجيه هذا السوشيال ميديا. فارجو مهما كانت درجه الخلاف اللي بينكم ما تنسوش ان يعني اي كلمه بتقولوها بتستخدم في وقت ما ضد الاهلي وضدكم انتوا شخصيا. فنتحرى كلنا يا جماعه الدقه، نتحرى الحب النادي الاهلي، ونعرف ان قوتنا في وحدتنا، قوتنا في وحدتنا. وباذن الله المجتمع الاعلامي المصري بيكوا وبغيركوا يكتسب شباب مثقف يملى الفراغ اللي احنا يعني كنا بننادي بملئه من زمان. شكرا جزيلا ليك يا باشمهندس، شكرا للمهندس عادل القيعي اللي حالت ظروف المصيف ووجوده خارج القاهرة دون حضوره النهاردة، وإن شاء الله يكون موجود يوم الاثنين بإذن الله إن شاء الله. قيشو المهندس عادل أشار لنقطة مهمة، قوتنا في وحدتنا.
وانتوا كنجوم للسوشيال ميديا ازاي يتم التنسيق بينكم والترابط؟ ازاي تقدروا تلعبوا في فريق واحد لصالح الاهلي؟ الحقيقه احنا موجود في حاجه زي كده موجوده فعلا، ودي يعني احب اشكر عليها احمد الغامري، هو صديقنا ده يعتبر هو منسق يعني ايه بنسميها كده طلعات تويتر يعني كويس. احنا ده عشان احنا في مثلا في ترند احنا بنسميه ايه، بنحاول نوجه رساله لاي شخص مثلا بيحاول يتعدى على الاهلي او يتجاوز حدوده ضد الاهلي، او عموما بنحاول نقول ان احنا مع الاهلي. فبنتفق على يعني هو بيكت هو بيتفق ان احنا مع الصفحات اللي هم مسؤولي الصفحات ان هو يعني هننسق مع بعض ان احنا الساعه مثلا كذا الساعه 12 مثلا هنبدا كلنا ننشر مثلا هاشتاج معين، بنبدا في الهاشتاج ده كلنا كل واحد يقول رايه في الهاشتاج ده بتعاون كامل بيننا يعني، والحمد لله بيتصدى دايما تويتر والسوشيال ميديا عموما يعني. في 20 ثانيه يمكن التنسيق والتمسك بالروح الرياضيه؟ هو انا ممكن اقول حاجه ثانيه في ال 20 ثانيه، انا ما عقبتش على فيديو الاسماعيلي ما فيش مشكله، بس عايز اقول حاجه ثانيه بقى حضرتك، طبعا مع زي الباشمهندس عادل ما اشار والازمات الاعلاميه اللي احنا بدانا نشوفها والحروب القويه، عايز اوجه شكر لجماهير النادي الاهلي، جماهير النادي اللي هي الدرع الاول للنادي الاهلي، وعايز اقول للكابتن محمود الخطيب احنا محتاجين الصفقه دي بقى، عوده جماهيرنا للمدرجات، استاذ ابراهيم سهل تشتري نادي، سهل تشتري لعيبه، سهل تشتري اعلام، سهل تشتري زمم، لكن صعب تشتري جمهور في عظمه جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي وعوده الجماهير كلها للمدرجات مهمه. طبعا مهمه، وبما اننا ذكرنا الجماهير انا بتمنى من منبر الملك وكتابه اللي هو بيمثل كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله يكون في تعاون ومحاوله ايجاد وسيله للمحبوسين او الموجودين داخل النادي الاهلي ما لم يتم ثبوت عليهم اي اجراء ضد القانون باذن الله. طب لو سمحت رساله بس اخيره برضو، اتفضل. حتى معلش، حتى لو هما ثبت عليهم اي تجاوز هما مجرد مراهقين او شاب صغير، فيعني يا ريت لو نتمنى ان القانون في ياخد مجراه ولا يدان اي بريء. في عفو، في عفو ان شاء الله العيد قريب ان شاء الله بعد اقل من شهر يعني، كل سنه وانتم طيبين جميعا باذن الله، وان شاء الله يكون في عفو ان شاء الله، مزيد من الانضباط ومزيد من الحرص على السلوك بالزبط. هيكون في صالح الجميع، ونبدا صفحه جديده مع بعض. انا كنت في ماتش تاون شيب في برج العرب، واعتقد الجمهور كان سلوك مثالي جدا الفترة. اي ايجابي هيتبني عليه ان شاء الله باذن الله. احنا بنشكركم شكرا جزيلا، احمد اسامه، احمد قيش، وشريف جمعه، ومزيد من التنسيق فيما بينكم، ومزيد من الحرص على تقاليد النادي الاهلي، لانه لازم تدركوا نقطه مهمه جدا، انتوا مش هتكونوا داعم قوي للنادي الاهلي الا اذا التزمتوا بخط النادي الاهلي ان شاء الله. غير كده هذه الظاهره بدلا ما تكون ايجابيه جدا في ظهر النادي، لا ممكن تكون معوقه ومسيئه جدا للنادي ان شاء الله. فاتمنى ان انتوا تكونوا في المنطقه الايجابيه دايما ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك، كما نشكر حضراتكم على المتابعه، دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في التاسعة مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.